طيب الامتحان بتاع المعمل زي ما انتوا عارفين الاسبوع الجاي واللي بعده، يا ريت تعرف الميعاد بتاعك. لو حصل ظرف طارئ خطير جدا مدمر فظيع شنيع ما قدرتش تيجي، فساعتها الشخص الوحيد اللي تروح تكلمه دكتور وائل، ويكون معاك عذر طبي مسبب وحاجه صعبه خالص. فلو سمحت تلتزم بالميعاد بتاعك في الامتحان، و ما تحاولش ان انت ايه يكون عندك امتحان مثلا الحصه الفلانيه وتطنش وتروح حصه ثانيه. ماشي الحال. طيب اللي هنتكلم عليه النهارده اكسبيرمنت 4 بتاعه السي ار او، ودكتور وائل يوم الثلاث الثامنة صباحا هيشرح لكم السي ار او كجهاز بيشتغل ازاي من جوه. انا هشرح التجربه فكرتها ايه، وهنتكلم بعد كده عن الدفراكشن. في حته في شابتر 8 هنأجلها اللي هي بتاعه الستاندنج ويف دي، احنا هنطنشها دلوقتي وهناخدها الاسبوع الجاي لان هي مش مهمه في امتحان المعمل. هو شابتر 8 كبير قوي قوي قوي، فاحنا اللي بقالنا فيه حته بتاعه الستاندنج ويف دي هناخدها الاسبوع الجاي. كويس كده. ايه القصه اللي في اكسبيرمنت 4؟ واكسبيرمنت 4 فيها كلام قلناه كتير قوي في اول محاضره وثاني محاضره في المنهج، وكان عليها السؤال الغريب اللي كتير قوي قوي ما حلهوش نمره واحد في المالتيبل تشويس بتاع الويفز. لما يكون عندي اثنين سمبل هارمونيك موشنز اورثوجونال يعني متعامدتين، واحده شغاله كده اهو وواحده شغاله كده اهو، اركبهم على بعض وهم ان فيز يطلعوا ايه؟ يطلعوا ستريت لاين. ماشي ماشي. طيب ايه القصه بقى؟ خلاص 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 خلاص. الاكسبيرمنت فيها التالي، فيها واحد مصدر اي سي، مصدر تيار متردد او جهد متردد، مصدر جهد متردد اي سي سورس، ده اللي احنا بنسميه الفانكشن جنريتور. كلمه فانكشن عاده في الرياض يعني احنا كمهندسين بنختصرها باف ان فانكشن، اللي هي داله، يعني هو بيطلع جهد كهرباء كداله في الزمن بثلاث اشكال، شكل الساين ان الجهد بيتغير مع الزمن بشكل ساين، وده الجزء اللي احنا بنشتغل بيه في التجربه. احنا بنشتغل بجهد بيتغير مع الزمن كداله او فانكشن اسمها ساين او كوزاين. ساين وكوزاين حاجه واحده زي ما حابب، مش مهم. في منه كمان جهد بيخرج ما بنستعملهوش، ممكن انت تختار انك تطلع حاجه بتتغير مع الزمن بشكل سو توث. سو توث اللي هي سنان المنشار، يعني مثلثات، يعني الشكل بتاع الجهد اللي احنا بنستعمله في التجربه الشكل بتاع الساين فانكشن دي. بس الجهاز ده اسمه فانكشن جنريتور ليه؟ لانه يقدر كمان يطلع فاريشن للفولتج مع التايم باشكال ثانيه. في السوتوت اللي هو الشكل ده، وفي السكوير ويف اللي هو بيتغير مع الزمن بالشكل ده، ودول ما بنستعملهمش دلوقتي، مش في سنه اولى. خلاص؟ وبعدين انت بتوصل الفانكشن جنريتور ده باتنين اليمنتس، ريزيستنس مع ريزيستنس، ومره ريزيستنس مع كاباستور، ومره ريزيستنس مع كويل. صح كده؟ طيب في اي حاله من الثلاثه اللي بيحصل كالتالي. نمره واحد، الكرنت اللي خارج من هنا بيمشي في الاثنين اليمنتس ورا بعض، الدايره دي كلها كونكتد ان سيريز متوصله على التوالي، ولهذا السبب انا هاخد الكرنت كريفرنس في الفيزر دايجرام. فاكرين في تجربه في اعدادي كان عندنا حاجه اسمها الاي سي سيركت، كان فيها حاجه اسمها الفيزر دايجرام، يا ريت تراجعوا التجربه دي. الكرنت ماشي في الدايره كلها نفس الكرنت لان الدايره دي كلها كونكتد ان سيريز. الجراوند ده مش جراوند حقيقي، هنقول قصته دلوقتي صح، سيبك منه دلوقتي. فالكرنت اللي بيتمشى في الدايره كلها نفس الكرنت، عشان كده انا هفترض جدلا ان الكرنت ده بيعطى بشكل زي كده اهو، اي از ا فانكشن اوف تايم، هو عباره عن بيك او ماكسيمم ساين اوميجا تي. اوميجا ده 2 باي في الفريكونسي، والفريكونسي هو الفريكونسي اللي جاي من المصدر، انت بتحكم الفريكونسي من السورس. الاي نوت ده حسب الامبليتيود او اكبر جهد انت مطلعه من السورس، بس مش مهم، احنا في زرار اسمه الامبليتيود في الجهاز عاده بنعليه على اخر حاجه وخلاص، مش مهم الامبليتيود في حد ذاته ما يفرقش معانا، يعني قيمه التيار الماكسيمم بيوصل لكام مش مهم، مش دي القصه. يبقى الكرنت هناخده كريفرنس في الفيزر دايجرام، هو الريفرنس بالنسبه لنا اللي هو هنرسمه بسهم بزاويه زيرو، ونرسم الفولتجز بالنسبه له مين سابق ومين متاخر. الجهد بتاع الريزيستنس بشكل عام من قانون اوم هو اي في ار، اي اللي هو البتاع اللي هناك ده اهو في قيمه الريزيستنس اللي انا مشغلها. الجهد بتاع المكثف هو كيو على سي، ده باي ديفينيشن هو تعريف الكاباسيتنس سي اللي خدناه في اعدادي،
باي ديفينيشن ان سي بيساوي كيو على في. الاسئله بتاعت اعدادي بقى سي بيساوي كيو على في. لو حصل ان انا موصل دايره وزودت الفولتج على الكاباستور يحصل ايه للكاباستنس؟ ولا حاجه شطار، لانه السي قيمه ثابته تعتمد مش على الكيو مش على الفولتج، لكن تعتمد على لو هو بارلل بليت كاباستور مثلا مساحه الالواح البليت اريا الديستانس او سيبريشن ما بين اللوحين والماتيريال اللي مزنوقه في النص بين اللوحين. البيرميتيفيتي بتاعتها كام؟ اليونتس فولت كولوم سي ده يبقى بالايه؟ فراد. كويس. فلو كان عندي الفولتج بتاع الكاباستور كده اهو يبقى اشيل كيو عشان اجيب بقى الفولتج بدلاله البتاع اللي عندي ده، هشيل الكيو واحطها تكامل اي دي تي هوب بيطلع المنظر ده. الفولتج بتاع الملف او الكويل بيساوي ال دي اي باي دي تي برضه باي ديفينيشن جاي من التعريف الاساسي بتاع ال بتساوي ايه؟ ال كانت بتساوي ايه في الاصل؟ ان فاي على اي. ان فاي ده يعني عدد اللفات بتاعت الملف مضروبه في الفاي اللي هو الفلكس الماجنتيك فلكس او الفيض المغناطيسي اللي بيعدي في الملف لما يمشي فيه تيار اي. يعني اي ده بيخلق فاي، لما يعدي تيار اسمه اي في الملف يخلق ماجنتيك فلكس او مجال مغناطيسي جوه الملف الفلكس بتاعه بيساوي فاي. لو فضلت فوق وتحت تفاضل ان فاي ده يطلع الفولتج بتاع الملف، وتحت هيبقى دي اي باي دي تي تتوضى بتبقى كده اهو. يعني انت لو خدت دي تفاضل فوق وتحت دي باي دي تي فوق ودي باي دي تي تحت، دي باي دي تي للباشمهندس اللي فوق ده يطلع الفولتج، دي اي باي دي تي تحت هيبقى البتاع ده. نفس القصه ال ده هل يعتمد على اي وفاي؟ برضه لا، لما الكرنت اللي ماشي في الملف يزيد الفلكس اللي معاه يزيد وتظل النسبه بينهما ثابته. امال ال ده بيعتمد على ايه؟ عدد لفات الملف طول الملف. بص من الاخر كده الماتيريال اللي جوه زي الكاباستور، الماتيريال اللي جوه هو ملفوف على ايه؟ زي ما في المكثف اللوحين بينهم ايه؟ يعني الماتيريال زائد الابعاد الهندسيه يعني الطول عدد اللفات المسافات والحاجات دي. الفولتج بتاع الملف هيبقى ال دي اي باي دي تي. انا خدت الاي بالصيغه دي يطلع الكلام ده. واحد يقول لي انت افترضت ان الاي بتساوي اي نوت ساين اوميجا تي، ده كلام ممكن يكون مش مظبوط، هي ممكن تكون كوزاين. ماشي، عايز تفترضها كوزاين من الاول وتشتغل هتطلع نفس الموضوع في الاخر، انت حر اعمل اللي انت عايزه يعني. بس دي انا شايف انها سهله وخلاص يعني. طيب الاوبجكتيف او الهدف النهائي، طبعا اي اسئله في المعمل انتوا خلاص امتحنتوا في اعدادي معمل قبل كده. بصوا هم 30 درجه مش 60، طبعا الماده دي نص ماده اعدادي، فدايما ال 30 دول متقسمين بس زي اعدادي، بس في اعدادي كان في زياده ايه؟ الميكرومتر والفيرنير، احنا ما عندناش ميكرومتر وفيرنير. بس ال 30 دول هيبقوا متقسمين شويه على الشفوي الاسئله، شويه على الورقه والفاينل انسرز اللي انت بتعملها، وشويه على السؤال التقليدي اللي هو اول ما ايه هي الستبس؟ صباح الخير، ايه هي الستبس؟ بتعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ ده سؤال تقليدي في الاول. ايه؟ بيم سبليتر. بيم سبليتر، اه صح، واحد مذاكر. فالسؤال التقليدي انه انت بتعمل ايه؟ ايه الخطوات علشان توصل لايه؟ فهنا الهدف ان انا اوصل لقيمه ريزيستنس مش معروفه او كاباستور مش معروف او اندكتنس مش معروف. فده الاوبجيكتيف، هعملها ازاي بقى؟ الخطوات فانكشن جنريتور هوصله باثنين اليمنتس، في الاول ار وار، وبعدين بجيب جهاز الاوسيلسكوب العفريت ده اللي عليه شاشه خضراء. الاوسيلسكوب ده اختصار كاثود راي اوسيلسكوب، ودكتور وائل هيتكلم معاكم بالتفصيل في الموضوع. كاثود راي اوسيلسكوب، فاحنا بنختصرها بنقول سي ار او او اوسيلسكوب بس، اللي هو ثالث اسم ثالث كلمه في الثلاثه يعني. الاوسيلسكوب باختصار لان التفاصيل اللي هيقولها دكتور وائل، هو في الاخر انت عندك شاشه فلوريسنت اللي انت بتشوفها الشاشه الخضراء الصغيره دي. الشاشه دي انت اليوزر بتتفرج عليها من هنا اهو، وراها بليت من فوق وبليت من تحت، طبقين او لوحين، وواحد شمال وواحد يمين. كويس كده؟ في حاجات بقى دكتور وائل هيتكلم فيها بالتفصيل بقى. عندي هنا الكترون جن. الالكترون جن ده عباره عن ايه؟ عباره عن فتيله بتسخن فيطلع منها الكترونات تجري. الالكترونات وهي بتجري رايحه تخبط الشاشه الفلوريسنت كده اهو. لو انا ما حطيتش اي فولتج على الاثنين بليتس دول او دول، اللي هيحصل انه الالكترون يطلع عدل يخبط في نص الشاشه. اللي انا بعمله في الاكسبيرمنت ايه بقى؟ ان انا باخد الطرفين دول او التو بليتس دول اللي فوق واللي تحت، واوصلهم بحاجه اسمها الواي فولتج، الجهد اللي على واي، اللي هي واي شانل.
اليمين والشمال هخليهم اكس تشانل. فانا هاخد ريفرنس، هاخد منهم طبقين مثلا كده واسميهم دول الجراوند. دول اللي في فتح، احنا عندنا ثلاث فتحات في السي ار او، جراوند واكس تشانل واي تشانل لو تفتكر. فانا بوصل ايه؟ باخد الجراوند ده هو اللي هو واخد طبقين من دول واوصله هنا في نص السيركت هنا، ده اللي هو اسمه جراوند جاي من السي ار او. كويس. واخد واحد بقى، ده بقى الاثنين دول باقي منهم واحد فري، ودول في منهم واحد فري، هسمي ده الواي وهسمي ده الاكس. فاخد مثلا بتاع واي ده واروح موصله مثلا هنا، مثلا هي مش فارقه، اوصل اي حاجه في اي حته مش مهم. فبالتالي فرق الجهد اللي على الطبقين دول او التو بليتس دول هيبقى فرق الجهد بين اكس والجراوند، بين دول هو بين واي والجراوند. خلاص. فلو انا حطيت فرق جهد مثلا على ده على الاثنين دول، كان ده مثلا مور بوزيتيف، اللي جوه ده جهد موجب كتير، يحصل ايه للالكترون؟ هيكمل عدل يخبط في نص الشاشه، هيحدف يخش لجوه، فلاقي الالكترون حدف كده لجوه بسبب الفولتج، فيخبط هنا بدل ما يخبط هنا. طب لو وصلت في الاكس ده جهد نيجاتيف، يحصل ايه؟ لما الالكترون يعدي بين الاثنين بليتس دول، ده واحد لبره السبوره ده جوه السبوره، ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف يزق الالكترون لبره، فالالكترون يخبط هنا اهو. فتلاقي الالكترون لو ده بقى اي سي سورس، لو جهد متردد مره موجب سالب موجب سالب موجب سالب، يحصل ايه الالكترون؟ يروح ويجي بشكل افقي كده، بشكل هوريزونتال، رايح جاي رايح جاي في الشاشه. طيب لو وصلت جهد هنا موجب، الالكترون يروح فين؟ هو جاي بيجري عايز يخبط في نص الشاشه. لو ده موجب هيحدف لفوق يخبط هنا، لو ده سالب ينزل لتحت، لو اي سي بقى يحصل ايه؟ طالع نازل طالع نازل. فدي فكره العمل المبسطه للموضوع. خلاص كده. فاللي هيحصل كالتالي، انا بقى هاخد طرف اسمه واي اوصله في نقطه في الدايره، طرف اسمه اكس في نقطه، وما بينهما الريفرنس او الجراوند اللي هو ده. طيب انتوا الناس بقى حريفه في السيركتس، ادي كارنت اي. كان مين امتحانه اصعب، سيركتس ولا الفيزياء؟ مين شايف الفيزياء كانت اصعب؟ يا سلام. طيب الكارنت ماشي في الدايره، هيحصل ايه؟ هيخلق هنا فرق جهد على البتاعه دي، فرق الجهد ده اشاراته مين اعلى من مين؟ مين موجب وسالب؟ الكارنت بيفلو، بيمشي في اي اليمنت من النقطه ابو جهد عالي من النقطه ابو جهد واطي. فلو هو ماشي كده اهو، اكيد ده اعلى من ده. يعني الموجب والسالب دول بيقولوا لك ان جهد الريزيستنس هنا اعلى من هنا. طيب هيكمل في الريزيستنس دي ماشي في الاتجاه ده برضه من اليمين للشمال، يبقى اكيد هنا برضه اعلى من هنا، وده اسمه الجهد بتاع ار جي. واحد يقول لي طب ما هو ده اي سي، ده شويه وهيعكس، مش هيفضل على طول ماشي كده اهو، صح؟ يعني هو الكارنت ماشي كده، هل ده دي سي كارنت؟ ده اي سي، هل هيفضل ماشي كده طول عمره؟ لا، هو هيعكس. في الدوائر الاي سي عاده احنا بنتصرف معاها ازاي، وده هتاخده في السيركتس بالتفصيل. انت بتروح عامل ايه؟ بتاخد صوره للسيركت في لحظه كده وتدرسها. خلاص؟ لما الكرنت يتشقلب كل حاجه بتتشقلب وتظل النتائج ثابته. يعني كل حاجه تتشقلب، فرق اشاره بس مش اكتر. خلاص كده؟ فالدوائر الاي سي احنا بناخد لها لقطه، نفترض ان الكرنت مش كده اهو، خدنا لقطه وهندرسها على كده. مش هستنى بقى لما يعكس واشوف هدرسها تاني، لما يعكس كله فرق اشاره وخلاص. طيب الفولتج بتاع ار1 والفولتج بتاع ار2 هيساوي كام؟ فولتج ار1 هيساوي الكرنت اللي انا فرضه اللي هو اي نوت ساين اوميجا تي مضروبه في ار1، فولتج بتاع ار2 اي نوت ساين اوميجا تي في الريزستنس ار2. حلو قوي. انا هاخد ده اهو واحطه مثلا على الاكس تشانل هنا، وهاخد ده اهو واوصله بالواي تشانل، ويبقى عندي على الاكس وعلى الواي اثنين سمبل هارمونيك اوسيليشنز. فرق الجهد اللي على الواي ده اهو طالع نازل طالع نازل، ده هيفولو الاخ ده، هيبقى ده مثلا واي. عايز توصلها بالعكس مش فارقه، مش تفرق في حاجه. فرق الجهد يمين شمال هوصله بده، ارسم وجمع دول اثنين سمبل هارمونيك اوسيليشنز، واحده كده اهو بتوسيليت كده موجب سالب موجب سالب عمال يشقلب، وواحده فوق وتحت موجب وسالب وموجب وسالب. دي تبع اول وتاني محاضره في المنهج.
نرتبهم على بعض ازاي؟ هترسم الاكس لوحدها وترسم الواي لوحدها. الجراف ده هو لازم اي ممتحن يسالك فيه، لازم يخليك ترسم الحاجتين اللي بيركبوا على بعض وتطلع النتيجه. طيب شوف يا سيدي، نرسم مثلا بتاعت الاكس الاول اهي. في ار 1 هيساوي اي نود ار 1 ساين اوميجا تي، يعني كونستنت ده هو الامبليتيود بتاع الفولتج، البيك بتاع الفولتج مضروب في ساين. شكل الساين يترسم ازاي؟ ادي ساين صح كده؟ ده محور اكس اهو، وده الزمن اللي تحت. انا ليه عملت كده؟ الاكس كده اهو علشان هنزله تاني في الرسمه التوتال دي، الريزلت او سوبر بوزيشن هنا. فصلت منها الاكس لوحده، عايز ارسم له بقى محور زمن. هرسمه ازاي؟ ممكن ارسمه لتحت او لفوق، انت حر، الاثنين صح. النقط المميزه بقى، اول السايكل، ربع سايكل، ربعين سايكل، ثلاث ارباع سايكل، اربع ارباع سايكل. ماشي الحال؟ البيك اللي هيوصل له، الماكسيمم اللي هيوصل له هنا او هنا، هيبقى اي نود في ار 1، هناك هيبقى سالب اي نود في ار 1. الفولتج الثاني بقى اللي على الواي اخباره ايه؟ الفولتج الثاني اللي على الواي اي نود ار 2 ساين اوميجا تي. في مشكله صغيره، الطرف واي بتاع السي ار او واصل فين بالنسبه لبي ار 2؟ في الموجب بتاعه ولا السالب بتاعه؟ ففي عندي اشاره زياده غصب عني بسبب التوصيله دي. يعني انا عندي هنا اشاره سالب دي، انا حقيقه بقى اللي انا راسمه بقى بجد مش الجهد بتاع ار 2، انا واخد سالب الجهد بتاع ار 2. ليه؟ لان انا حطيت الوايت شانل بتاعت السي ار او ناحيه الطرف الاوطى في الفولتج، الفولتج الواطي السالب. ار 1 ما كانش فيها المشكله دي. ليه؟ لان انا حاطط الاكس شانل عند النقطه دي اللي هي ناحيه البوزيتيف، فانا واخد بي ار 1 صح. انا واخد بي ار 1 ده بالنسبه للجراوند، فده اعلى من الجراوند. بالنسبه لاثنين انا واخد ده بالنسبه للجراوند، ده اوطى من الجراوند. كويس؟ الجراوند ده اللي هو مش جراوند حقيقي، ما مش بياخد تيار وينزله تحت، ده مجرد ريفرنس بس، علامه كده ان ده الريفرنس بتاعي. ما فيش كارنت هيجي هنا ويسرسب لتحت، يعني يمشي يطلع بره الدايره. فانا واخد هنا اشاره سالب زياده، فحقيقه بقى اللي انا رسمه ما هواش الجهد ده، انا هرسم السالب بتاعه. هاخد ده هضربه في سالب، فلما اجي ارسمه هيبقى سالب ساين، هيبقى بالمنظر ده. النقط المميزه اللي عليه برضو، اول السايكل، ربع سايكل، ربعين سايكل، ثلاث ارباع سايكل، اربع ارباع سايكل. الفولتج ده بيوصل لكام فوق والكام تحت؟ هيوصل لفين ويوصل لفين؟ اي نود ار 2 فوق واي نود ار 2 تحت. انا رسمت هنا، انا متاسف، كان المفروض ارسم هنا. هنا هيوصل لاي نود ار 2 وهنا اي نود ار 2 بالسالب. ودي النقط بتاعته، ادي 1 2 3 4 5. تعرف تعمل سوبر بوزيشن هنا؟ نركب ازاي بقى؟ اول واحده دي اول نقطه، اول البدايه عند الزمن صفر، دي عند الزمن بيساوي ربع تي، ربع كابيتال تي، دي عند ربعين، ثلاث ارباع، اربع ارباع. نفس القصه هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وصل. واحد تطلع لفوق كده اهو، وواحد من هناك تمشي افقي كده اهو، هيتقابلوا هنا. دي النقطة نمرة واحد. اتنين تطلع لفوق كده اهو، وتطلع وتمشي افقي كده اهو، يتقابلوا هنا. اتنين. ايوه. مش لازم تسكيل، لا هو سكتش، الدكتور بيطلب منك سكتش يفهم ان انت فاهم الفكرة. لا مش يعني انت في الامتحان دي ما بترسمهاش باي ديفولت، لما الدكتور يسالك يعني انت في السؤال بتاع الامتحان بتعمل التجربه عادي، انت في التجربه العادي كنت بترسم دي؟ لا كنت بتطلع ار وسي وان وخلاص. في المناقشه الدكتور غالبا هيسالك فيها. طيب نقطه ثلاثه بقى، ثلاثه هتطلع لفوق كده اهو، وثلاثه ماشيه كده اهو، ثلاثه زي واحد كده هيتقابلوا في نفس المكان، ثلاثه. اربعه لفوق، اربعه من هنا يتقابلوا هنا. خمسات بقى، ادي خمسه زي ثلاثه زي واحد، خمسه زي ثلاثه زي واحد، يتقابلوا هنا برضه. المحصله بتاعت الكلام ده ستريت لاين عامل كده اهو.
كويس. الستريت لاين ده لو حبيت احسب السلوب بتاعه ايه الاخبار بقى؟ السلوب بتاعه شايف المسافه دي بالنسبه للمسافه دي كويس، دي اللي هي الامبليتيود، ده كام ده؟ اي نودر 2. والمسافه الافقيه دي هي الامبليتيود بتاع ده اللي هي اي نود في ار 1. فلما الخط ده يعمل 45 درجه مع الفيرتيكال او الهوريزونتال، معنى كده ان الميل بتاعه واحد. واحد معناها ايه؟ معناها ان ده بيساوي ده، وطالما نفس الاي نود لان الدايره سيريس كونكشن نفس الكرنت، فيبقى ار 1 بيساوي ار 2. فلما الاقي سلوب بيساوي واحد او 45 درجه زاويه الميل، ده معناه ان ار 1 بتساوي ار 2. فاللي انت بتعمله في الدايره ايه؟ انت عندك ريزيستنس مجهوله، والريزيستنس تقدر تتحكم فيها فاريبل، فانت بتمسك الفاريبل دي وتقعد تلعب فيها. فلما تقعد تغيرها بقى تلاقي الخط عمال بيميل، بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل، فتظبطه لحد ما تلاقي 45 درجه زاويه ميل، فيبقى ساعتها الفولتج قد الفولتج يعني الريزيستنس قد الريزيستنس. ودي انت بتتحكم فيها بايدك، فمثلا تلاقيها وصلت عند فاليو معينه عملت الشكل اللي مايل 45 درجه، يبقى ساعتها دي بتساوي دي. سؤال، افرض ان دي اوبن سيركت، يعني ايه اوبن سيركت؟ دايره مفتوحه. دايره مفتوحه يعني ما ريزيستنس كام؟ انفينيتي، صح؟ انفينيتي. هيحصل ايه بقى في الرسمه دي؟ الخط هيميل ازاي؟ انت واخد على الاوسيلوسكوب. ايوه ها، اشمعنى؟ الفولتج على اكس دلوقتي لو دي دايره مفتوحه، الكرنت اللي ماشي هنا هيجي هنا مش هيلاقي سكه يكمل، خلاص ده انفينيتي. هنا في ريزيستنس وهنا في انفينيتي. الفولتج اللي على الريزيستنس دي كام؟ اي في ار. لو دي انفينيتي ريزيستنس مفيش اي، اي بزيرو، يبقى دي الجهد اللي عليها كام؟ اي في ار يطلع كام؟ زيرو، فالفولتج بتاع دي زيرو. طب ما هو السورس مطلع فولتج، هيروح فين؟ كله هيروح على الاوبن سيركت. الاوبن سيركت بتبلع كل فرق الجهد. فلو دي دايره مفتوحه عامله كده اهو، هيبقى الطرف ده واصل بده، يعني الجهد بتاع النقطة دي زي جهد النقطة دي، وده عليه فرق جهد بيساوي صفر. ليه؟ لأن الكرنت بصفر مضروب في الآر اللي هي وات ايفر فاليو، أي في آر يطلع صفر. لو دي جهد اللي عليها صفر، كما لو كان النقطة دي واصلة عدل بالنقطة دي. فيبقى الطرفين دول كانوا لو كانوا واصلين بدون، فكل الفولتج ينزل على الأخ ده، والأخ ده هيبقى جهده زي السورس، وده صفر. المحصلة إن ده رايح على الإكس بكل الفولتج، وده رايح على الواي بفولتج صفر، يطلع هوريزونتال لاين. هو انت جبت الفكره بس عكستها. طب لو كان شورت سيركت، يعني ايه شورت سيركت؟ سكايه مقاومه صفر كده اهو. الكرنت ماشي، في كرنت المره دي ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ في كرنت. اي في ار، ار هنا بصفر، يبقى تاخد جهد كام؟ صفر باي باي، يبقى الاكس تشانل هيروح عليها زيرو فولتج. اي في ار يطلع حاجه، والحاجه دي هتبقى دي، هي دي بالظبط، مش فارقه. فيبقى كل الجهد بتاع المصدر هيروح هنا. يبقى انت بترسم جهدين، على الواي جهد ليه قيمه بتساوي قيمه المصدر، وعلى الاكس مفيش زيرو. يبقى النتيجه ايه؟ فيرتيكال لاين. في زرار في الاوسيلوسكوب، في فيكم ناس في المعمل كانوا ناصحين شويه، عرفوا يعدلوا الخط ده، بدل ما هو مايل بالسالب كده اهو، خلوه 45 درجه بس مايل عدل. في زرار اسمه انفرت، اي ان في في الاوسيلوسكوب. فانت ممكن تفاجئ بانه رغم ان ده الصح، ان انت وانت شغال الخط طلع عامل كده اهو،
يعني هو المفروض يطلع مايل كده، عامل زاويه مثلا 135 درجه من هنا او 45 من هنا. بس انت ممكن تخش المعمل تيجي تشتغل تلاقي ايه؟ الخط طلع كده عدل 45 من هنا. ده معناه ان انت دايس على زرار الانفرت. انفرت ده بيعمل ايه؟ مش انت كنت واخد من هنا الجهد بالسالب، هو هيروح ضربه في كمان سالب من عندك. فيبقى كمان لو كنت بترسم الجهد ده بالبوزيتيف فالخط يتعدل في الناحيه البوزيتيف. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله ده؟ وقفت معاكم بتاعت الاوبن سيركت دي صح؟ الاوبن سيركت والشورت سيركت، طب انتوا فاهمين الشورت سيركت؟ الشورت سيركت هتاخد جهد كام؟ زيرو، حاططها على التشانل ايه؟ اي حاجه بقى، يعني هو لازم الممتحن يسالك ان هي دي؟ ممكن تبقى الشورت هنا مثلا صح؟ لو الشورت هنا التشانل اللي واصله بواي حطيت عليها شورت سيركت يبقى الجهد اللي على الواي كام؟ كده مفيش، كل الجهد رايح فين؟ اكس، يطلع النتيجه ايه؟ خط افقي صح؟ نعم. هو الانفرت دوت الاثنين مع بعض ولا ممكن اعمل انفرت واي لوحده وانفرت اكس؟ لا لا، هو زرار واحد هيعكس التشانل واحده. هيعكس الواي بس او الاكس بس فالموضوع يتعدل. طيب مش ريزيستنس وريزيستنس، ريزيستنس وكاباستور. يحصل ايه بقى؟ قبل ما نخلص الحته دي نفتكر الفيزر دايجرام بسرعه، نرسم الفيزر دايجرام بتاع السيركت دي ازاي؟ هاخد الاي ريفرنس يعني هوريزونتال ايرو سهم افقي. الاي صيغته ساين اوميجا تي، الفولتج بتاع ار وار طلع شكله ايه؟ ساين برضه، يعني ساين اوميجا تي وساين اوميجا تي وساين اوميجا تي كلهم ساين اوميجا تي، هل في فرق فيز؟ مفيش، فالخطوط كلها تترسم افقيه. اي كده اهو، في ار واحد كده اهو، وفي ار اتنين كده اهو. فيبقى ده الفيزر دايجرام بتاع الدايره دي. الاي انا واخده ريفرنس ليه؟ ليه واخد الاي هو الزيرو بتاعي، الزيرو انجل بتاعي، وبرسم الفولتجز بالنسبه له؟ لان الدايره دي متوصله ان سيريز، فانا ضامن ان كلهم فيهم نفس الكرنت، فانا واخد الكرنت ريفرنس. لو كانت الدايره متوصله بارلل هيبقى مين اللي كومن بين كل حاجه؟ الفولتج، فانا كنت هاخد فرق الجهد هو اللي هوريزونتال او زيرو انجل، وارسم بقى الكرنت بتاع كل اليمنت بالنسبه له، كرنت سابق او متاخر او كلام من ده. طيب دي رسمه الفيزر، الرسمه بتاعت التايم دايجرام بقى او الرسمه مع الزمن. لو هرسمها مع الزمن الكرنت شكله ساين، يبقى ده الكرنت خلاص. الفولتجز طلعت ساين هي كمان كويس. سؤال من اعدادي، لما ارسم الاي والفي الاثنين على نفس الرسمه مين هيبقى اعلى من مين؟ مين شايف ان الفولتج اعلى؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ده ليه وحده وده ليه وحده كويس. الاثنين دول كميتين مختلفتين، انا راسم مثلا الفولتج وراسم الكرنت. يجي حد يقول لي ايه؟ ما هو في بتساوي اي في ار، لو كانت الار ب 10 هيبقى في بيساوي 10 اي. فساعتها لما اجي ارسم هيطلع الفي كبير قوي بالنسبه للاي. لا، ده يونت وده يونت، ده سكيل وده سكيل، رسمتين ما لهمش دعوه ببعض. يعني انت ممكن تختار سكيل الفولتج يخليه يطلع كده اهو. صح؟ كل واحد بيترسم بسكيل ملوش دعوه بالتاني. الاثنين مش بيترسموا بنفس السكيل، لان ده يونت وده يونت. هو بس انا برسمهم فوق بعض ليه؟ المفروض هما رسمتين مختلفتين بركبهم على بعض عشان اشوف بس الشكل ده ساين وده ساين شبه ان فيز. يبقى دول اتنين سمبل هارمونيك موشنز ان فيز. وارثوجونال يطلع نتيجه ايه؟ ستريت لاين. ده اول سؤال في الامتحان. ليه؟ الاوبن سيركت تاني. ايه قصه الاوبن سيركت؟ انت عندك اوبن سيركت في دايره، الاوبن سيركت دي بتاخد جهد كام؟ الاوبن سيركت دي مش هتسمح ان في تيار يمشي في الدايره اكيد يعني، خلاص؟ فلو دي اوبن سيركت هيبقى الفولتج على الريزستنس دي كام؟ اي في ار، اي في زيرو ار بقيمه محدده فاينايت. فيبقى اي في ار هنا زيرو. صح؟ فيبقى الجهد البتاعة دي عليها زيرو فولتج دروب، مفيش فولتج دروب عليها. فالجهد هنا صفر. لو خدت صفر على التشانل واي هنا مثلا يبقى واي ده مش هيبقى عليه جهد، فمش هيحرك البيم او الالكترون اللي فوق ولتحت. طيب انت عندك كي في ال ستيل صحيح، كي في ال مش غلط، عمره هيبقى غلط. الجهد ده هو لازم يساوي مجموع الجهد ده هو زائد الجهد ده هو. طب ده بصفر. يبقى ايه اللي حصل؟
النقطتين دول فرق الجهد ده هو ده بالظبط. وبالتالي دي واخده كل الجهد بتاع المصدر ودي واصله هنا بالاكس يطلع خط وسط. لو كانت دي اللي واصله بالواي هيطلع خط راس. طيب كاباسيتور بسرعه يطلع ايه بقى؟ نرسم الكاباسيتور الجهد هيبقى ازاي؟ سالب كوزاين. هي موجب كوزاين وسالب كوزاين مش هتبان معانا في الرسم يعني مش مهمه قوي يعني. يعني هي المفروض ان هي سالب كوزاين وبعدين انا هركب هنا كاباسيتور مطرح الار دي. فالكاباسيتور ده اهو هيبقى عليه فولتج بيساوي الصيغه اللي هناك دي سالب اي نود على اوميجا سي في كوزاين اوميجا تي. الفرق الجهد اللي على الباشمهندس ده بقى هيترسم على الشانل واي مثلا، فارسمه على واي هيطلع سالب كوزاين. الكوزاين بتبتدي من واحد فيبقى السالب بتاعها كده اهو هتبقى عامله كده. والماكسيمم اللي هتوصل له فوق وتحت هيبقى اللي هو اللي قبل الكوزاين ده اللي هو اي نود على اوميجا سي. خلاص كده؟ نعم. هتدي سالب تاني، مش هيفرق معانا في الرسم، مش هيبان. لأن هي في الآخر هتطلع دايرة، فهي السالب تفرق الدايرة بتلف كده هو ولا بتلف كده هو، وأنت مش هتشوف اللفة دي لأن بيحصل بسرعة يعني. ماشي الحال. النقط المميزة بسرعة، أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نوصل. واحد مع واحد تابلو فين؟ تابلو تحت هنا. اتنين مع اتنين تابلو هنا. تلاتة مع تلاتة تابلو هنا. أربعة مع أربعة تابلو هنا. وخمسة زي خمسة زي واحد هتبقى يعني خمسة كده اهو وخمسة كده اهو يتقابلوا هنا. توصلهم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. الدايمنشنز بتاعت الاليبس ده ايه؟ الدايمنشن ده هيبقى كام ده؟ ده هيبقى قد الامبليتيود اللي هنا يعني اي نود في ار. والدايمنشن الرأسي ده هيبقى كام؟ هيبقى قد ده اللي هو اي نود على اوميجا سي. فالاليبس ده يتحول الى سيركل امتى؟ لما الاثنين دايمنشنز دول يبقوا قد بعض، صح؟ يعني هيبقى سيركل لما اي نود في ار بتساوي اي نود على اوميجا سي. تك تك يبقى ساعتها سي بتساوي واحد على اوميجا اللي هي 2 باي اف في ار. فلو انا مثبت الار من الاول انا مثبت الار على فاليو معينه. خلاص كده؟ اللي هي الفاليو اللي انا جبتها من الجزء الاولاني. يعني وانا بلعب كده ظبطت خط 45 الار طلعت معرفش كنت طلعت من كام 400 باين 300 وات ايفر يعني. خلاص ماشي نفترض انها 300. خلاص بسيبها على 300 كده. في الجزء الثاني بروح شايل المقاومه المجهوله وبوصل الكاباستور فيبقى عندي الار اللي انا المتغيره الفاريبل اللي انا ظبطتها من الجزء الاولاني. خلاص اهي. وبعدين عشان اوصل لدايره لازم الشرط ده يتحقق. فايه المتغير اللي عندي؟ السي ده ثابت، ده رقم ثابت. الار انا ظبطتها من الجزء الاولاني وهسيبها رقم ثابت. يبقى الحاجه اللي في ايدي نلعب فيها هي الفريكوينسي. فانا بلعب في التردد اللي جاي من الفانكشن جنريتور من المصدر. في عندنا زرارين في الفانكشن جنريتور، حاجه اسمها الكورس وحاجه اسمها الفاين. ده اللي بيغير تغيير كبير لما تغيره كده الفريكوينسي ينط مسافات بعيده او قيم كبيره. الفاين ده يغير الفريكوينسي حاجات صغيره قوي. فانت بتقعد تلعب في ده اهو لحد ما تلاقي دايره. طب افرض قعدت امشي للاول خالص وللاخر خالص ما لقيتش دايره، هو اليبس مش عايز يقلب دايره.
معنى كده ان الرينج اللي انت شغال فيه في الفريكوانسي مش كفايه، في تحت الزراير جنب بعض كتير قوي كده مربعات كده، زرار مثلا مكتوب عليه رينج من 1 لحد 10 اوم، سوري 10 هرتز، 100 هرتز، 1 كيلو هرتز، 10 كيلو، 100 كيلو، وهكذا. في زراير مربعات من تحت كده. فلو انت قعدت تلعب في الكورس ده ما لقيتش شكل السيركل بيطلع، يبقى انت واقف في واحد من دول الرينج غلط. يعني نفترض ان انت في الرينج بتاع ال 100 هرتز ده، انت واقف هنا دلوقتي دايس على ده، قعدت تلعب كده في الكورس ما لقيتش سيركل، مفيش، هي إليبس على طول. خلاص يبقى بلاش اشتغل بالرينج بتاع ال 100 ده، اسيبه اروح دايس على ده رينج ال 1 كيلو واقعد العب بقى. لقيت برضو سيركل خير وبركه ما لقيتش، اروح للرينج اللي بعده وهكذا لحد ما واحد فيهم يديني سيركل. لما بلاقي السيركل بقرا الفريكوانسي ازاي؟ الشاشه اللي على الفانكشن جنريتور فيها رقم كده مثلا بيطلع معرفش 13 بوينت مثلا 5 2 1 اي حاجه. في الاخر هنا في يونت على جنب الشاشه هنا، اليونت دي غالبا هتكون كيلو هرتز، كيلو كي جنبها هرتز اتش زد. فدي لما تيجي تكتبها في الحسابات تكتبها ازاي بقى؟ 13.521 في 10 اس 3. الكيلو ده ما تنساش توديه في الحسابات ب 1000. ومالكش دعوه بالزراير اللي تحت دي في القرايه، هي القرايه اللي انت بتلاقيها على الشاشه كده وخلاص وانتهينا. ما في ناس كانوا زمان كان في فانكشن جنريتور قديم زمان وما اعرفش ليه مسمع لحد دلوقتي، في ناس بيجوا يسالوني انا لما اجي اخد القرايه اروح شايف قرايه ده اهو واضربها في قرايه الرينج ده اهو. ده كان زمان قوي في فانكشن جنريتور قديمه كانت بتعمل كده. لا انت ما تعملش الكلام ده، انت تروح باصص على الشاشه على طول تاخد الرقم اللي على الشاشه، مالكش دعوه بانت واقف على زرار كام. خلاص ده مجرد تظبيطه كده علشان تلاقي شكل السيركل بيطلع. واحد على اوميجا سي ده يطلع ايه؟ اكس سي. يعني ايه اكس سي؟ الرياكتنس بتاعت الكاباستور. يعني ايه برضو؟ واحد على اوميجا سي ده بنسميه اكس سي. يعني الفولتج بتاع الكاباستور بيساوي سالب فاي نوت كوزاين، وفي واحد على اوميجا سي دي هسميها اكس سي. خلاص كده؟ معايا؟ فالاكس سي ده يتعرف ازاي من هنا؟ ان هو الماكسيموم فولتج على الماكسيموم كارنت. الفولتج ده الماكسيموم بتاعه يوصل لكام؟ ده يبقى امتى ماكسيموم؟ لما الرايت هاند سايد يبقى ماكسيموم. الرايت هاند سايد اللي على اليمين ده يبقى ماكسيموم امتى؟ ده ثابت، ده ثابت. انا افترضت ان انا خلاص مثبت الفريكونسي دلوقتي، فالاكس سي ده ثابت، اي نوت ده ثابت، ده بيتغير مع الزمن. فلما ده يوصل للماكسيموم بتاعه موجب او سالب واحد. فالاكس سي تعريفها هو الريشيو ما بين الفولتج بتاع الكاباستور ماكسيموم على الكرنت بتاع الكاباستور ماكسيموم اللي هو اي نوت. اي نوت ده هو الماكسيموم بتاع الكرنت. فالاكس سي ككميه اللي هي بتساوي في الاخر واحد على اوميجا سي، يعني جايه منين؟ قال احنا قلدنا قانون اوم بتاع الريزيستنس. مش في الريزيستنس الار بيساوي في على اي، صح كده؟ معايا؟ في الريزيستنس الار بيساوي في على اي. في الكاباستور المشكله ان في واي هتلاقي ان ده بيتغير كوزاين وده بيتغير ساين. يعني لو قسمت الفولتج بتاع الكاباستور على الكرنت بتاع الكاباستور، لو فكيت ده وفكيت ده هتبقى القسمة هتطلع كام؟ لو في على اي بس، الفي بتساوي اي نود على اوميجا سي كوزاين معرفش كام، الاي بيساوي اي نود في ساين معرفش ايه، فتلاقي كوزاين على ساين في الاخر. فهيطلع الفي على الاي بتاع الكاباستور ده بيتغير مع الزمن، انا مش عايز كده، انا عايز اعرف كميه مالهاش دعوه بالزمن. فرحت معرف الاكس سي ده ان هو الماكسيموم بتاع الفولتج على الماكسيموم بتاع الكرنت، لما اماكسمايز ده الكوزاين بتاعته باي باي، لما اماكسمايز ده الساين بتاعته باي باي. فالفولتج الماكسيموم على الكرنت الماكسيموم. البتاع ده يطلع وحدته كام؟ اوم. يا راجل اوم ازاي؟ ده احنا لسه هنقعد بقى نفك ده ونفك ده، صح؟ لا ما هي من هنا بقى دي تطلع اوم، صح؟ عايز تفك انت من هنا الفريكونسي 2 باي في الاف، الانجلر فريكونسي ان هو 2 باي اف، واف ده واحد على ثانيه، والسي فراد تقعد تفكه. الفراد ده يتفك ازاي؟ يتفك ازاي الفراد ده؟ التعريف الاصلي بتاع كيو على فولتج، وتقعد بقى تفك. فيعني هيطلع في النهايه لو انت فكيت ده هيطلع كيو على فولتج، كيو على في، وده هيطلع واحد على ثانيه، كيو على ثانيه يطلع امبير، والفي مقام المقام يطلع فوق يطلع في الاخر اوم برضه.
بس من هنا اسهل، من هنا اسهل. يعني الفيزر دايجرام بتاع الاخ ده بسرعه، الفيزر دايجرام الكرنت ريفرنس اي، مين اللي هيبقى انفيز مع الكرنت؟ الار ولا السي؟ الار. هيبقى الفولتج بتاعها هيترسم كده اهو. السي اخباره ايه؟ بيتاخر، بيتاخر 90 درجه لتحت. اوف انا بنسى بيتاخر ولا بيسبق، اعمل ايه؟ ممكن تجيبها بالرياضه، يعني انت ممكن تيجي في الرياضه هنا وتحاول تحول دي السالب كوزين ده اهو تحوله لساين، يعني ده في الاخر السالب كوزين ده هيطلع ايه؟ هيطلع ساين اوميجا تي ناقص 90 درجه. السالب كوزين هتلاقيه بيساوي ساين في اوميجا تي ناقص 90 درجه، فده ساين اوميجا تي ناقص 90 والكرنت ساين اوميجا تي والريزيستنس فولتج بيساوي ساين اوميجا تي، بمعنى اخر ان الفي سي متاخر 90 درجه سالب 90. او بلاش رياضه نمشيها فيزياء. هو ليه الفولتج في الفيزياء من غير رياضه؟ ليه الفولتج بتاع الكاباستور بيتاخر؟ علشان بيشحن. يعني ايه علشان بيشحن؟ مش فاهم. الفولتج بتاع الكاباستور بيساوي كيو على سي، فالفولتج ده بيتاخر ليه؟ لان الكرنت اللي داخل على الكاباستور، الكرنت ده عباره عن شويه شحنات ماشيه ورا بعض طابور كده، كويس؟ شحنه نمره 1 2 3 4 كلهم رايحين للكاباستور، فده بياخد وقت. الفولتج بيعتمد على الشحنه، والشحنه بتيجي مع الوقت. شحنه نمره 1 وصلت، ايه يطلع الفولتج لفوق. شحنة نمرة 2 وصلت، الفولتج يعلى. شحنة نمرة 3 وصلت، الفولتج يعلى. فالكاباستور الكاباستنس او سوري الفولتج بتاع الكاباستور بياخد وقت. ليه؟ لانه بيعتمد على الشحنة، والشحنة بتيجي ورا بعضها بتاخد وقت عشان يحصل لها اكيوميوليشن او تجميعة على لوح المكثف. فعلشان كده هو بيعتمد على الكيو، والكيو دي بتبقى ابطأ كثيرا من الكرنت. مفيش مشكلة فيه، الكرنت بيعدي على طول. الكرنت عبارة عن ايه؟ دي كيو باي دي تي. فالكرنت هو تغير الايه؟ الشحنة. اول ما الشحنه تيجي هنا اهو الموجب يخلق قصادها سالب على طول ويكمل السكه بتاعته. الموجب يطرد، الموجب اللي كان هنا اصلا يطرد يمشي لبره، فالدايره تكمل. فالكرنت ما بيتعطلش، وانس ان في موجب وصل هنا اهو قدامه موجب وسالب، اللوح الثاني متعادل في الاول، فالموجب وصل هنا يلاقي موجب وسالب قدامه يمسك مع السالب والموجب ده يطرد، فالدايره ايه؟ تكمل كرنت عادي مفيش مشكله. طيب الكويل هي نفس القصة، فاحنا هنقولها بسرعة شوية. لو غيرت الار مش هتوصل لدايرة، يعني لو هي الابس هتفضل الابس. يعني عشان يحصل ان انت، هي المشكلة ان تغيير الار ده هيغير كمان الامبليتيود. تغيير اصل هي عمليا هتبقى فيها مشكلة، مشكلة ان انت غيرت الار ده اهو ممكن الرينج بتاع الار ما ينفعش. يعني هو من حيث المبدا مش غلط، لا هي مش غلط، ممكن توصل لدايره برضه صح. يعني لو ثبت الفريكوانسي وقعدت تغير الار والشرط ده اتحقق هيطلع دايره. بس المشكله ان انت وانت بتغير الار هيحصل ايه؟ الكرنت في الدايره اصلا بيتغير كمان، فانت تلاقي ايه الالبس كبير وبعد كده الالبس صغير وبعد كده دايره صغيره او دايره كبيره، فهتبقى عمليا اغلس شويه. فهو اسهل انك تغير الفريكوانسي وتوصل لدايره بنفس المقاس اللي قدامك على الشاشه. انت ما تضمنش الريزيستنس طلع لك دايره شكلها ايه، ممكن تطلع دايره صغيره قوي ما تشوفهاش، فاهم؟ لان الريزيستنس بيغير الكرنت اللي في الدايره. هي ده جهد بتاع نقطة اللي احنا بنرسمه، فرق الجهد بين نقطتين، فرق الجهد بين دي ودي بينزل على الاكس، وفرق الجهد بين دي ودي بينزل على الواي. يعني انت لما بتوصل الاكس تشانل هنا، اكس تشانل بتقيس مين؟ بتقيس الجهد بتاع النقطة دي بالنسبة للجراوند. لما بتوصل الواي هنا اهو، الواي بيوصل هنا، فبتقيس الجهد بتاع النقطة دي بالنسبة للجراوند. لو انت حطيت حاجة تقيس هنا اهو هيبقى جهد النقطة دي بالنسبة للجراوند اللي هو جراوند برضه، هطلع زيرو مش هطلع حاجة. فأنت كده لو وقفت هنا أهو مش هتطلع حاجة مختلفة. طيب بالنسبة للكويل، كل الفرق بس إن الكوزاين بتاعتك ما هياش سالب كوزاين، يعني المرة دي الجهد بتاع الكويل جهد الكاباستور طلع إيه؟ سالب في حاجات في كوزاين. ده الكاباستور، ال هيطلع حاجات في الكوزاين على طول من غير سالب، فهي كل القصه ان انت هتروح مشقلب دي لما تيجي ترسم نفس الفيلم بس الكوزاين معدوله مش مقلوبه. فتطلع كده اهو.
وهيطلع الرسمه بقى انتوا ممكن ترسموها لوحدكم، هيطلع الدايره دي، بس اللي هيحصل انها هتلف بالعكس، يعني النقطه 2 و4 هيشقلبوا مكانهم، هتبقى دي 2 وهتبقى دي 4. كويس، في الكويل هيحصل ان الدايره او الاليبس يلف بالعكس، مش فارقه بالنسبه لنا في حاجه. ال في ال ماكسيمم على الكرنت ماكسيمم هيساوي الاكس ال ده. كويس، والاكس ال ده اللي هو اوميجا في ال، نفس القصص هي هي. السؤال الفيزيائي اللي في الموضوع هو ليه في الكويل لما اجي ارسم الفيزيو دايجرام برسمه ان الفولتج بتاعه ثابت؟ عايز تعملها بالرياضه ماشي، الرياضه بتقول لك ان الجهد بتاع الكويل كوزاين فانكشن، يعني عايز بالرياضه ماشي، ادي دي ال هيساوي اي نود في اكس ال في الكوزاين، والكوزاين اشيلها واحط ساين اوميجا تي زائد 90، فتلاقي ان هو سابق بفيز 90، ماشي ده من الرياضه بتاعته، بس انا مش عايزها بالرياضه، انا عايزها بالفيزياء. يعني ليه بقى يطلع المنظر كده والاي كده اهو، البي ار الفيز البي ال سابق؟ علشان لما الكرنت بيخش للملف بيبقى الكرنت عايز يوصل لبيك، لقيمه ماكسيمم، صح كده؟ هل هو بيوصل بالقيمه الماكسيمم دي على طول؟ لا. ليه؟ لانه اول ما الكرنت يوصل للملف، الملف بيسنس فاريشن اوف ماجنتيك فيلد، الكرنت جاي كان الاول ملف فاضي ما فيهوش حاجه، ادي الملف اهو، فالكرنت جاي واسوسييتد معاه، رابط معاه، مصاحب ليه ماجنتيك فيلد بتاعه اللي هو الخطوط دي المدوره اللي حواليه. فالماجنتيك فيلد ده هو اول ما يبتدي يقطع في اللفات بتاعه الملف، تبتدي اللفات دي ترد بكرنت معاكس اللي بنسميه التيار الحث. امتى تنتهي المقاومه بتاعه الملف ده وخلاص يطلع بره اللعبه؟ لما الماجنتيك فيلد ده هو ما يتغيرش. طب الماجنتيك فيلد ده ما يتغيرش امتى؟ لما الجدع ده يتملي ماجنتيك فيلد ويوصل للماكسيمم بوسيبل ماجنتيك فيلد. فهي الفكره في الفاريشن، يعني كويل بيشتغل لما يكون في تغييرات، اول ما تفتح التيار يكون ما فيهوش ماجنتيك فيلد، يخش عليه ماجنتيك فيلد فيبتدي يقاوم. او لما تقفل الدايره التيار يموت. فاكرين القصص بتاعت ال والسي؟ فالتيار يبتدي ديكي، فلما التيار يديكي معاه الماجنتيك فيلد اللي ستورد اوريدي جوه الملف يبتدي ديكي، فيحس بتغيير فيقاوم بره. فالملف بيقاوم التيار وهو داخل في الاول، ما يخليهوش يوصل للماكسيمم على طول. يعني لو افترضنا انه انا عايز الترند يوصل للقيمه دي، فالملف مش هيوصل لها على طول. اشغل الدايره يبتدي ياخد وقت لحد ما يوصل ليه، لان في تيار الاصلي اللي جاي من البطاريه او من المصدر يعني كده اهو، وفي التيار رد الفعل بتاع الملف اللي هو الاي انديوست ده. ده مرتبط بكميه الماجنتيك فيلد اللي هنا. كل ما الكميه دي بتزيد وده يتملي ماجنتيك فيلد، ده بيبتدي يقل. لما ده يستقر فيه الماجنتيك فيلد خالص، ده بيكون بصفر. تمام؟ وده مرتبط، اللي عايز يبص على تفصيلاتها اكتر شويه يرجع في اعدادي الدرس اللي هو كان ادولكم فيه البتاعه دي. ده عباره عن سلك عامل زي شكل كده مستطيل ناقص ضلع، وكان في ماجنتيك فيلد مثلا لجوه كده، وكان في الضلع بقى الاخراني اللي هو الواير الاخراني ده حر الحركه، فاكرين؟ فيبتدي يحركوه يمين او شمال، لو حركوا يمين كده فالماجنتيك فلكس اللي جوه المنطقه دي بيقل، لو حركوا شمال الماجنتيك فلكس جوه المنطقه دي بيزيد. اهي دي شبه لما الماجنتيك فلكس يزيد ويقل في الملف، نفس الفكره بالظبط. فانت راجع دي لو عايز في اعدادي. كانوا بقى بيفسروها لكم في اعدادي ازاي بقانون القوه بتاع قوه الماجنتيك فيلد، قوه اللورنس فورس. اللورنس فورس كان بيحصل ايه هنا؟ لما دي تتحرك يمين دي جواها شحنه موجب، الشحنه الموجب مع الماجنتيك فيلد وحركه يمين تشوف القوه رايحه فين، ويحصل تجميع للشحنات فوق وتحت، ويحصل تيار معاكس وكلام من ده. فدي هي اصل الحكايه اللي بتحصل هنا اهو. لو عايز تعرف التفاصيل بالظبط ترجع لدي، بس ما تهيأليش ان حد هيسالك فيها يعني، ما اظنش. سؤال اخير، ها مين عنده مشكله في الموضوع ده؟ نفس القصه برضو، ده هيوصل في الاخر من اليبس السيركل لما اوميجا ال بيساوي ار وتطلع البتاع. الكرنت عايز يوصل لقيمه ماكسيمم، لا في السكه كويل. الكويل مش هيخليه يوصل للقيمه الماكسيمم على طول، ليه؟ لان التيار في الدايره هو مجموع التيارات اللي في الدايره، يعني مثلا تيار ماشي داخل الكويل عايز يوصل 5 امبير مثلا.
قوم الكوين لما يقابله يرد عليه في الاول بتيار مساوي ومعاكس في الاول خالص 5 امبير برضه 5 امبير عايز يعدي كده اهو والكوين راح خالق له 5 امبير معاكسين النتيجه صفر ففي اول لحظه في دايره فيها ملف التيار التوتال في الدايره صفر ال 5 امبير دول جايين من مصدر مصدر حقيقي فهم 5 برضه لكن الملف مقاومته بتضعف مع الوقت ليه لانه بيبتدي يتملي ماجنتيك فيلد هو لما يتملي ماجنتيك فيلد خالص خلاص بيستسلم مفيش تاثير فالخمسه اللي راجعين من الملف دول هيبقوا مع الوقت 4 3 2 1 0 ساعتها التيار يوصل للماكسيمم على ما كل الهيصه دي تحصل والكرنت يوصل لل 5 امبير اللي عايز يوصل لها بيكون فات شويه وقت فهو بيتاخر التيار التوتال في الدايره اسمه متاخر لاج نعم نيجاتيف ايه ما هو ده ساين اوميجا تي ده اصلا فتفضل الساين تطلع كوزاين ماشي هي هتوصله بالنيجاتيف هيعمل اليبس برضه نفس القصه بس بيلف بالعكس دي مش مشكله يعني هي مش هتبان يعني حكايه النيجاتيف دي مش هتبان غير في الجزء الاولاني ار وار لان ممكن يطلع خط كده اهو او يطلع خط كده اهو لكن في الحالتين السي والال هي هتطلع اليبس علشان بتلف بسرعه انت مش هتشوفها بتلف كده ولا بتلف كده فمش فارقه معاك يعني ايه ما بيقلبش هو اي سي على الاكس وعلى الواي ما هو لما ده بيقلب ده بيقلب ويظل النتيجه كده اهو يعني ده بيغير وده بيغير لو كان واحد بس اللي بيغير هتلاقي الخط عامل كده وبعد كده عامل كده بس ده بيغير وده بيغير الاثنين ايه المشكله ممكن تقسم بطريقه غير دي صح بس الطريقه دي اديك بتتعلم فيها حاجه احنا في اولى كهرباء بنتعلم بيزك برنسبلز ده مبادئ اساسيه اديك اتعلمت شفت السيمبل هارمونيك موشن كده وكده ويطلعوا ايه مره ستريت لاين مره اليبس مره سيركل ايوه في الحياه الحقيقيه انت مش هتعمل كده عشان تقيس ال والسي صح في اجهزه بتقيسهم على طول تحط البتاع كده هو يطلع لك يقول لك السي ده بكذا خلاص كده بس التجربه دي كان انت بتطلع فيها دوله وفي السكه تتعلم السيمبل هارمونيك اوسيليشنز والتركيبات بتاعتها والجهاز ده في حد ذاته سي ار هتستعمله تاني كتير في كهرباء بعد كده هتلاقيه كل سنه ثانيه وثالثه ورابعه في المعامل بس فهو الهدف الحقيقي هي حاجه تعليميه يعني بس يعني على قد الاوبجكتيف هنا ان احنا نطلع ثلاث مجاهيل الامتحان هناقشه المهاره الجايه عشان النهارده لازم نخلص من حاجات المعمل وفي حته في شابتر 8 ما خدناهاش لسه اللي اسمها الستاندنج ويف وعليها اخر مساله في الشيت الشيت الجديد اللي نزل دي برضه هنقولها المره الجايه وهناخد المره الجايه كمان شابتر 10 شابتر 10 صغير قوي يبقى احنا هناخد المره الجايه ستاندنج ويف وشابتر 10 الفاينلز هتبتدي يوم 2/1 امتحانات الفاينل هتبتدي يوم 2 يناير 2/1 طيب شابتر 9 موضوع الدفراكشن وموضوع الدفراكشن ده من الحاجات اللي عدت علينا في ثانيه ثانوي بس يعني هنقول شويه تفاصيل زياده علشان نفهم اصل الحكايه ماشي ازاي ده هويجنز برينسيبل المبدا بتاع هويجنز او ناس بتقولها هايجنز ده يعني هيجي دلوقتي انا بس كاتبه كده على جنب وزي ما انتوا عارفين ويمكن فهمتوا من الميد تيرم لا انا ولا دكتور وائل بنتعامل مع الحفظ يعني مش هاجي اقول لك سمع البتاع ده ولو جبته لك بشكل حتى مالتيبل تشويس ان جبت لك هايجنز برينسيبل ده بيقول ايه واربع اختيارات مش بالضروره يبقى نفس الوردنج مش لازم نفس الكلام بالظبط يعني المهم ان انت فاهم وخلاص كويس كده ولا انت فاهم ولا اي حاجه المهم نفترض ان انا عندي بوند او بركه ميه رميت فيها طوبه هلاقي فيه دواير بتاعه الويف حوالين مركز الخبطه او مطرح ما الطوبه خبطت فهلاقي موجات ميه لو انا ببص من فوق هلاقي حلقات او دواير كويس وبتنتشر بقى يعني لو قدرت توصل لبعيد اتجاه الانتشار هيبقى في اتجاه مبتعد عن مركز الصدمه او الخبطه او الانرجي اللي هو هنا دي اتجاهات الانتشار هناخد في الرياضه ان انا ممكن اعبر عن الاتجاهات دي يمكن خدتوها حتى اوريدي في اعدادي البولار كووردينتس اللي هي المحاور القطبيه ار وثيتا فده بنسميه ار اللي هو طالما بتكلم عن حاجه على شكل دايره لو انا عملت مقطع قصيت كده في الجدع ده قصيت من هنا كده اهو ورحت راسم اللي انا هشوفه في المقطع هشوف ايه هلاقي شكل الموجة عامل زي مثلا النقطة دي نقطة ماكسيموم مثلا النقطة دي بتكورسبوند الماكسيموم نقطة الخط دي نفترض انها ماكسيموم فهلاقي منظر عامل كده اهو
دي نقطة الماكسيما وبينهم نقط المينيما اللي هي تبقى هنا ما بينهما يعني. فده المنظر اللي رسمناه قبل كده حتى في المحاضرة دي. دلوقتي النقط بتاعت الماكسيمم في كل الاتجاهات بقى، يعني نقطة الماكسيمم دي ودي برضو نقطة مية عالية ودي نقطة مية عالية ودي عالية ويف البيك بتاعها، النقط دي كلها مع بعض يعني هلاقي شكل الموجة. أنا خبطت كده هو فهلاقي شكل المية دوائر. الدوائر دي اللي هي بتمثل البيكس أو النقط العظمى دي دايرة فيها كل النقط شبه بعض كلهم بيك. طب هو ايه السبب ان كل النقط دي بيك؟ اشمعنى؟ الفكره ان انا لو عبرت عن الموجه بالمعادله الخيبانه اللي احنا عارفينها ان واي بتساوي ماكسيمم في كوزاين او ساين وات ايفر يعني اوميجا تي ناقص كي اكس، هنا ما اسموش اكس اسمه ار بقى اتجاه الانتشار، ممكن نسميه ار، سميه اكس سميه ار سميه عباس مش مهم. فاللي بيخلي نقطة تبقى ماكسيمم ان الواي ده يساوي الامبليتيود ان الجدع اللي جوه ده على بعضه كده بيساوي كام؟ ايه اللي يخلي الكوزاين تبقى ماكسيمم؟ زيرو او اتنين باي او 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 وهكذا. فالنقط اللي جوه النقط اللي بتمثل الماكسيما دي كلها على بعض كده تقع على نفس البعد من السنتر، يعني النقطة دي بعدها عن السنتر زي النقطة دي زي النقطة دي، أنا كده باصص من فوق زي النقطة دي زي النقطة دي، فكلهم يبعدوا عن المركز نفس المسافة اكس أو ار أو أي حاجة نفس البتاع ده هو، وكلهم شغالين في نفس الزمن، كلهم ابتدوا الحركة مع بعض وكلهم شغالين بنفس الويف لينكس كي بتساوي 2 باي على لامدا، مفيش سبب يخلي اللامدا هنا غير هنا غير هنا. فبالتالي كلهم بسميهم النقطة دي ودي ودي النقط اللي على دايره واحده بسميهم كلهم ان فيز، كلهم ليهم نفس الفيز اللي هو البتاع اللي جوه الكوزاين ده. طب هل دي بقى هتبقى ان فيز مع النقطه اللي قبلها دي ودي؟ لا. ليه؟ علشان مش نفس الاكس او الار، مش نفس وبالتالي مش نفس الفيز، مش هيبقوا شغالين مع بعض مش بنفس الفيز. طب هل دي ان فيز مع اللي بعدها؟ برضو لا، لان مش نفس الار او الاكس، وبالتالي النقط اللي بتتساوى كلها في نفس الفيز بسميها نقط ان فيز، والسطح بقى اللي بتعمله شكل الدايره اللي هي رسمها ده بسميه ويف فرونت. الويف فرونت هو السيرفيس او المسطح اللي كل النقط اللي فيه ليها نفس الفيز. ممكن دي ما تكونش موجه ميه، ممكن تكون دي الشمس وطالع منها موجه الكتروماجنتيك اللي هي اللايت او الضوء، وطالع منها الضوء في كل الاتجاهات، رايح كده ورايح كده ورايح لكده ورايح كده في جميع الاتجاهات. فلما اقف على بعد من الشمس نفس المسافة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل هذه النقط هتبقى ان فيز. ليه؟ لان كلها على نفس البعد من السورس، فكلها ليها نفس الاكس، وبالتالي هلاقي انه الالكتريك فيلد بقى احنا عارفين الالكتروماجنتيك ويف بتبقى ماشيه ازاي، يعني ده لو ده اتجاه الانتشار بتاع الالكتروماجنتيك ويف اكس مثلا، يعني بيبقى في الكتريك فيلد رسمناها قبل كده، الكتريك فيلد باصص لفوق كده وبيقل وبيقل ويعكس وهكذا، يبقى شكل الكتريك فيلد كده. فتلاقي ان الالكتريك فيلد لو هنا مثلا ماكسيمم هيبقى هنا كمان ماكسيمم وهناك ماكسيمم وماكسيمم وماكسيمم، تمام؟ ويبقى الدايرة دي بتمثل ويف فرونت. هي دايرة لو انا ببص لها في بعدين، يعني دي مسألة 2 دايمنشنال 2 دي. ليه؟ سطح المية ده بعدين اكس وواي او اكس وزد اي حاجة مش مهم، المهم مسطح اكس وواي، والموجة بقى هتطلع في الدايمنشن التالت. المسألة دي 3 دي. ليه؟ هل الأشعة بتطلع من الشمس في مستوى واحد؟ لا، في اللي طالع لفوق كمان واللي نازل لتحت في الثلاث ابعاد. فالويف فرونت هنا لو كانت سيركل في المساله بتاعت الميه دي، الويف فرونت هنا سيركل لانها في بعدين على مسطح ليه بعدين، هنا الويف طالعه في الثلاثه دايمنشنز دي ترسم ايه؟ ترسم سفير. فيبقى هنا ده
الويف فرونت او المسطح اللي كل النقط اللي فيه ليها نفس الفيز على شكل كوره هنا على شكل سيركل. لا السيركل ولا الكوره بيكملوا سيركل وكوره. مع المسافه لما تبعد كل ما ابعد بقى عن الشمس ايه اللي بيحصل؟ الكوره دي الريدس بتاعها بيكبر. في الرياضه كوره وبتكبر، الار بيكبر، الار بيكبر، الار بيكبر. الار انفينيتي دارسين لي مسطح مستوي بلين ويف. فدي لما تيجي تكبر ابعد بقى عن الشمس، ابعد ابعد، هترسم لي بلين ويف. يبقى الويف فرونت ممكن تاخد كذا شكل. الويف فرونت اللي هو المسطح اللازق كل نقطه ليها نفس الفيز، وده بيجي من ان كل نقطه على نفس البعد من المصدر، هو ده السبب يعني. يعني نفس البتاع ده اهو، نفس الاكس يؤدي الى نفس الفيز. فاذا كانت مثلا مساله في 2 دي خبطت هنا مسطح ميه بطوبه فرسم لي شكل الدوائر، اي دايره من دول كل النقط اللي فيها ماكسيمم مع بعض، فكل هذه النقط بتمثل ويف فرونت لان كلهم شبه بعض، كلهم نفس الفيز. هو انا لازم اشتغل على الماكسيمم بس؟ ما ينفعش اشتغل على المينيمم؟ ينفع، ما هي النقط بتاعت المينيمم كلها برضه شبه بعض. انا ممكن اخد الويف فرونت كده اهو، النقط بتاعت المينيمم اللي هي ان بتوين بين الماكسيمم والماكسيمم، يعني لو كان ده ويف فرونت بتاع ماكسيمم وده ويف فرونت اللي بعده بتاع الماكسيمم اللي بعدها، ده هيبقى الويف فرونت بتاع المينيمم. دايرة تانية بس دايرة تلم كل النقط اللي واطية لتحت، كلهم هيبقوا انفيز مع بعض. الفيز بتاع دي مش زي دي مش زي دي، كل ويف فرونت ليها الفيز بتاعها، بس الفيز بتاع كل النقط اللي على نفس الويف فرونت زي بعض. طيب هو المسافة بقى ما بين ويف فرونت واللي بعدها كام؟ يعني لو اشتغلت على اتنين ويف فرونت ورا بعض بتاعت ماكسيمم وماكسيمم، يبقى المسافة من الماكسيمم للماكسيمم اللي بعدها كام؟ دي بقى اسمها لندا. بالظبط كده، يبقى المسافة دي لندا اللي هي هتبقى هنا لندا. كويس، فاحنا واحدة واحدة كده بنكتشف ايه خصائص الويف فرونت. الويف فرونت ده موضوع شبه حاجة كده خدناها في إعدادي، بس مش عارف الناس عندها أنالوجي وتشوف الريزمبلانس أو تشوف التشابه مع حاجة خدناها في إعدادي كانت شبه كده برضه في الفيزياء بتاعت إعدادي في الكهرباء في الترم الأولاني. سطح وكل النقط بتاعته شبه بعض. لا لا، جاوس سيرفس إيه؟ جاوس سيرفس ده سطح وهمي خزعبلي أنا برسمه عشان أحل مسألة. مش جاوس، لا. مين؟ أيوه الإيكو بوتنشال سيرفس، صح. كان في إعدادي لو تفتكروا، بس ده موضوع تاني مختلف، يعني ده قصه تانية. بس خدنا في اعدادي حاجه اسمها الايكو بوتنشال سيرفيس، اللي هو كان مثلا عندي شحنه كده اهو، شارج كده، فلما اجي اقيس الفولتج هنا هلاقي زي الفولتج هنا زي الفولتج هنا، كلهم على نفس البعد يطلعوا كلهم نفس الفولتج، فكان السطح ده اسمه الايكو بوتنشال سيرفيس. او وش الكاباستور، الكاباستور اللوح بتاعه كل النقط عليها نفس التشارج وكلها ليها نفس الجهد، نفس الجهد، فده ايكو بوتنشال سيرفيس، كل النقط بتاعته نفس الجهد. بس دي قصة تانية خالص مش موضوعنا يعني. بس هو بالانالوجي هي حاجة شبهها، يعني دي حاجة شبهها، كل نقط ليها نفس، بس بدل ما كان بوتنشال السنة اللي فاتت نفس الفيز. فالسيركل دي مستقبلها انها تبقى بلين ويف بعد كده، لو قدرت توصل لمسافة بعيدة قوي هتبقى بلين ويف مستوية. مسطح مستوي. فيبقى الويف فرونت هي سيرفيس كل النقط بتاعته ليها نفس الفيز. كويس. ايه كمان خصائص الويف فرونت؟ هتلاقي ان الدايركشن اوف بروباجيشن اتجاه انتشار الموجه الطاقه رايحه فين؟ بيبقى عمودي على الويف فرونت. بيبقى عمودي على الويف فرونت ازاي يعني؟ الويف فرونت هنا رسمه كوره، صح كده؟ اتجاه الانتشار في الاتجاه الايه؟ الراديوس، الاتجاه اللي بنسميه الراديال دايركشن. فالراديال دايركشن اتجاه ار يعني. فتلاقي اتجاه انتشار الطاقة هو اتجاه ار، بينما الويف فرونت عاملة شكل سفير. هناك نفس القصة، اتجاه انتشار الموجة ادي بيك مينيمم بيك مينيمم وهكذا، اتجاه الانتشار ماشية في اتجاه ار، بينما الويف فرونت عامل مع بعض سيركل. فاتجاه الانتشار او الدايركشن اوف بروباجيشن، وانا بقى بحب الاسئلة دي، انتوا لو فهمتوا نظامي يعني بعد الميد ترم يعني، هتلاقي اسئلة اللي هي فيها مفاهيم كتير. انتوا احتاجتوا تطلعوا الآلة الحاسبة في الامتحان؟ اللي احتاج ده عمل حاجة غلط، عمل جريمة يعني حقيقة. ماشي.
يبقى الوي فرونت خلاص. نرجع للهم اللي احنا فيه. الوي فرونت هي المسطح اللي بيلم كل النقط اللي فيها نفس الفيز. كويس كده؟ وبيبقى الدايركشن اوف بروباجيشن والويف فرونت الاثنين متعامدين على بعض. حتى في البلين ويف، يعني البلين دي اللي هي لما تتفرد خالص بيبقى اتجاه الانتشار بتاعها برده كده هو عمودي عليها، يعني اتجاه الانتشار عمودي على البلين ويف برده. كويس؟ ف جه بقى هويجنز، ودي كان فيها قصه صغننه لطيفه بسرعه كده. ده كان عنده 17 سنه تقريبا ساعتها لما عمل المبدا بتاعه. كان في خناقه، انتوا عارفين نيوتن هو تقريبا يعني ينظر اليه كثيرون ان هو مؤسس العلم الحديث، يعني نيوتن ده عمل كتب وكانت لغه العلم غالبا ساعتها اللغه اللاتيني حتى مش الانجليزي يعني. فكتب كتب باللاتيني، الكتب البرنسبلز الاساسيات بقى، حط فيها قوانين الميكانيكا بتاعته اللي هو ابو الميكانيكا يعني، قوانين الميكانيكا بتاعت نيوتن. وكان شغال حاجات اوبتكس كتير، واظن اشتغل كيمستري واشتغل حاجات كتير. كان في خناقه بقى في الاوبتكس. نيوتن كان متبني نظريه ان اللايت الضوء عباره عن شويه بارتكلز، كان بيسميها الكوربسلز. الكوربسلز دي شله الانس تحذير اخير. البارتكلز دي بتمشي وتخبط وتتعكس وكلام من ده. فهو كان متبني فكره ان الضوء عباره عن شويه بارتكلز، بس البارتكلز دي ما كانتش بتفسر حاجات زي الانترفيرنس. يعني الانترفيرنس ده ما هوش بارتكل بروبرتي، يعني ممكن الريفليكشن الانعكاس ممكن افهم ان هو بارتكل زي كوره خبطتها في الحيطه انعكست ماشي، فالريفليكشن ينفع كده وكده. لكن الانترفيرنس ان حاجتين نوعين من الطاقه او يعني مجموعتين من الطاقه يركبوا مع بعض يعملوا انترفيرنس كونستراكتيف او يخلصوا على بعض ديستراكتيف. واحنا اتفقنا ان الديستراكتيف انترفيرنس معناه ايه؟ معناه ان الطاقه ما تحبش تعيش هنا بس ما ماتتش، ما اختفتش، هي هتروح تشوف لها حته ثانيه تعيش فيها، تروح تشوف حته فيها كونستراكتيف انترفيرنس وتعيش هناك. فما كانش ينفع بنظريه نيوتن نفسر حاجات زي الانترفيرنس. فلما ظهر هويجنز وحط البرنسبل بتاعه ان الضوء عباره عن موجه ما هياش بارتكلز، هي موجه ما هياش بارتكلز، وحط البرنسبل بتاع الويف فرونت ده، قال لك الويف فرونت بتنتشر ازاي؟ ان كل ويف فرونت بتخلق اللي بعدها، يعني مثلا دي كل نقطه عليها تعتبر مصدر لموجه جديده. فدي مصدر، يعني ده كان المصدر الاصلي اللي خلق كل حاجه. كويس؟ ده المصدر اللي بعده، يعني ده مصدر هنا هيخلق حاجه حواليه في جميع الاتجاهات زي بعض، يعني زي المصدر الاصلي ده ما خلق حاجه سيركولار في كل الاتجاهات. كويس كده؟ ده هيبقى مصدر جديد يخلق في كل الاتجاهات، يطلع حاجه كده. وده هيبقى مصدر جديد يخلق في كل الاتجاهات، وده مصدر يخلق في كل الاتجاهات، وهكذا. كل نقطة على الويف فرونت تعمل تعتبر مصدر ثانوي، يعني السكندري سورس، يخلق موجة جديدة. الحاجات الجديدة دي تركب مع بعض وتعمل الويف فرونت الجديدة بقى. تلاقي دول مع بعض كده تجمعهم، هتلاقيهم مثلا يكنسلوا بعض هنا، ودي تعيش ودي تعيش ودي تعيش وهكذا، ويتعمل ويف فرونت بعدها. فكان مبدأ هايجنز إن كل نقطة على ويف فرونت هي مصدر جديد يخلق ويف فرونت بعد كده. في 3D يبقى سفيريكال، في 2D يبقى سيركولر. وفاتت الايام وجت الايام، وظهر بعد كده تجربه يانج، وظهر بعد كده ماكسويل، والاثنين اكدوا بعد كده ان الضوء هو عباره عن ويف مش بارتكل. بس في الاخر خالص بقى بعد المودرن فيزيكس ما ظهرت، طلع الضوء ايه في الاخر؟ من ده على ده. يعني احيانا افسر السلوك بتاعه ان هو ويفز، واحيانا الفوتونز اللي هي ليها بارتكل بروبرتيز. ففي الاخر طلع من ده على ده. طيب كل الحاجات دي مع بعض، بيقول ان هي الويفز بتنتشر بالطريقه الفلانيه، وان اللايت بيحقق الكلام ده. ف يعني هو كان متبني ان اللايت بيحقق الكلام ده، شويه ويف فرونتس بتخلق بعضها وكلام من ده. طيب موضوع الديفراكشن بيحصل ازاي بقى؟ لو احنا خدنا مبدا هايجنز ده في الاعتبار، الديفراكشن بيحصل كالتالي. نركز بقى عشان نخش على التجربه بتاعت المعمل.
مبدا الديفراكشن بيحصل كالتالي، ان انت لو زنقت الضوء بقى المفروض ان الضوء ماشي مثلا في بلين وينجز مثلا، دي بلين وينجز. اتجاه الانتشار هيبقى عمودي على اتجاه البلين وينجز. يعني اتجاه الانتشار هيبقى عامل كده اهو، او البروباجيشن دايركشن. ده شكل الويف فرونت. الاسهم دايما بتشاور على اتجاه الانتشار، دايما الاسهم بتديك الدايركشن بروباجيشن. والله لو انا ما ضايقتش الضوء هيكمل زي ما هو كده. لو انا ضايقته بقى يحصل ايه؟ لو انا حطيت اوبستكلز، لو انا حطيت شويه عوائق في السكه كده. لو كان انا حاطط بقى جسم كده وفي اوبننج صغيره او فتحه صغيره كده، المسافه بتاعتها هنسميها دي. والله لو الدي دي كبيره قوي، احنا دايما في الضوء بنقيس بالنسبه للامضه، لما اقول حاجه كبيره يبقى كبيره بالنسبه للامضه، حاجه صغيره يبقى صغيره بالنسبه للامضه، لامضه هي المقياس دايما. ولو حد منكم دخل بقى في اتصالات ودخل في الحاجات الكبيره بعد كده هيلاقي انه احيانا في الحسابات الناس بتنورمالايز بالنسبه للامضه، يقسم كل الكميات اللي في المساله على لامضه، فلما يبقى 2 يبقى 2 لامضه، 3 تبقى 3 لامضه، بعدين لما تكبر. ف المسافه دي لو كانت اكبر كثيرا من لامضه، الويف فرونت دي مش هتتضايق قوي. ليه؟ لان هيعدي منها نقط كتير. يعني لما اجي هنا ادور على السكند ريسورسز اللي منها هلاقي نقطة 2 3 4 5 6 7 8 كتير قوي من هذه الموجة هيوصل هنا. لما دي تيجي تخلق بقى موجة جديدة، كل واحدة تبع مبدأ هايجنز بقى تعمل سفير، لو أنا بدرس في ثلاث أبعاد، أو سيركل لو في بعدين. فتيجي دي تعمل سيركل ودي تعمل سيركل وسيركل 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 كتير قوي. مين فيهم اللي السيركل بتاعته أغلبها هيعيش؟ اللي على الاطراف. ليه؟ اللي على الطرف دي يعني واحده وواحده جنبها وواحده جنبها وكذا، دول زي ما قلنا من شويه هتيجي الحاجات اللي ما بينهم دي تكنسل بعض ويعيش بس اللي قدام ده ويبني ويف فرونت جديد. النقطتين اللي على الاطراف لما تيجي تبني هنا بقى سيركل، هي وسط للطرف هنا هتبني سيركل، ودي وسط للطرف هتبني سيركل. الحته من السيركل اللي هنا هو دي والحته من السيركل اللي هنا هو دي مش هتلاقي حاجه تكنسلها، مش هتلاقي حاجه تضيعها. فهيحصل ان في شويه بقى من الموجه هينتشر كده، يعني هو اغلبها هيمشي كده، بس الاثنين اللي في الاخر دول مش هيلاقوا حاجه يتكنسلهم. فيحصل ايه؟ ده اللي اسمه ديفراكشن، انه يحيد الضوء عن مساره. ديفراكشن يعني حيود، فبدل ما نكمل على طول. بس هي الفكره ان دي ودي نقطتين بالنسبه لنقط كتير قوي، فهلاقي تاثير الديفراكشن ضعيف جدا، ضعيف قوي. يعني لو حصل ان الفتحه دي اسمها دي، هلاقي ان الضوء طلع بمسافه دي، الحته دي دي، وحتتين صغيرين قوي فوق وتحت. يعني هي هي هيفرد كده اهو، بس هتبقى زاويه الحيود زاويه صغيره جدا. امال امتى تبقى زاويه الحيود كبيره قوي؟ لو حصل ان الفتحه صغيره قوي. ليه؟ لما تكون الفتحه صغيره قوي، لو افترضنا الليمت ان احنا هنعدي نقطه واحده بس من الويف فرونت، حاجه زي كده. لو نفترض انه الفتحه دي صغيره خالص بالنسبه للامضه، فيبقى في نقطه واحده بس من الويف فرونت هنا مثلا. يعني النقطه دي هتخلق ويف فرونت جديده بقى، هي بتعمل سيركل لو كان 2 دي، سفير لو كان 3 دي. السيركل دي هتبقى لوحدها مفيش غيرها. يبقى الضوء هيروح فين؟ اتجاه الانتشار فين؟ عمودي على الويف فرونت، صح كده؟ البتاعه دي عملت ويف فرونت بشكل سيمي سيركل، فهلاقي الضوء رايح فين؟ في اتجاه عمودي على الويف فرونت، يمشي كده وكده 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 وكده. ده ديفراكشن رهيب قوي، ده ديفراكشن كبير جدا. هتلاقي ان الضوء اتفرد في جميع الاتجاهات. ليه؟ بقى في اللي رايح لفوق واللي نازل لتحت ويمين وهكذا. فدول اتنين الاكستريمز، ان الديفراكشن قليل قوي 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 لما اغلب النقط بتاعه الموجه موجوده وبس في نقطتين هم اللي عاملين مشاكل في الاطراف. او الاكستريم التاني ان في نقطه واحده بس من الموجه دخلت في الفتحه دي، هذه النقطه عملت سيمي سيركل جديده. سيمي سيركل يعني الضوء هيطفش في كل الاتجاهات. ان بتوين بقى، لا كده ولا كده، لما تكون المسافه دي في الرينج بتاع لامدا
يعني ايه الرينج بتاع لامدا؟ لامدا 2 لامدا، نص لامدا، ربع لامدا في المنطقه بتاعتها، لا اكبر كتير ولا اصغر كتير. واحنا كمهندسين بنتفق في الكليه عندنا وفي الشغل بعد كده ان اكبر كتير معناها اكبر من 10 اضعاف، واصغر كتير يعني اصغر من 10%. كويس كده؟ يعني لما اقول لك اكبر كتير، دي اكبر كتير من لامدا، معناها ان دي اكبر من 10 لامدا، دي معنى اكبر كتير ماتش مور. ودي اصغر كتير معناها اصغر من 10 لامدا. رقم 10 ده ناس اتفقوا عليه كده اتفاق ان ده اللي معناه كتير قوي، لما حاجه كبيره قوي بالنسبه للثانيه يعني اديها 10 مرات او اكتر يعني. فلو هي لا اكبر كتير ولا اصغر كتير، يبقى انا هلاقي شويه نقط وصلت من الموجه ما هماش كتير قوي زي الحاله دي، وما هماش نقطه واحده زي دي، وتبتدي كل واحده منهم تخلق السيمي سيركل بتاعتها. كويس؟ وتبقى النتيجه ان الضوء هيبتدي بقى ايه ينتشر، يحصل له ديفراكشن. يمكن خدت المنظر ده مع دكتور وائل، ان اغلب الطاقه هتوصل لقدام، هتكمل لحد قدام، وشويه بقى هيحذفوا كده وشويه كده، وتلاقي ان منظر الديستريبيوشن بتاع الانرجي عامل كده اهو. تلاقي ان اغلب الطاقه قدام الاوبننج، وشويه قليلين كده، شويه ماكسيما ومينيما كده، دي بنسميها فرنجز او اهداب. اللي هي الحاجات الصغيرة دي، الماكسيمم والمينيمم والماكسيمم والمينيمم والحاجات دي. ده الحيود من فتحة واحدة. طب افرض بقى زي تجربة المعمل، أنا عندي الديفراكشن جريتنج دي كذا فتحة مش حاجة واحدة. في المعمل أنا عندي حته شفافه كده بنسميها الديفراكشن جريتنج، دي حته شفافه كده اهو، و بجهاز رفيع خالص عملت فيها شرايح. هي كلمة جريتنجز معناها، جريتنج معناها محزوز، حاجة عملت لها حز يعني، جبت زي سكينة رفيعة خالص وحزتها كده، فأنا رحت مشرحها بالطوب كده، عملت فيها خطوط كتير. بين الخط والخط في منطقة بلاستيك يقدر الضوء يعدي فيها، مفيهاش مشكلة، منطقة مش متعورة. فأنا رحت زي ما جبت الشريحة دي كده أهو، تخيل أنا جبت زي سكينة ورحت معورها 5000 خط لكل سنتي، فالمسافة بين خط واللي بعده 1 سنتي على 5000 لو تفتكروا من التجربة. يعني ها مكتوب على البيس دي ان فيها 5000 خط بير سنتيمتر، فالمسافة بين خط واللي بعده ده وده وده، يعني ده يمثل خط، ده يمثل خط، دي منطقة بين الخطين ما اتعورتش ما حزتهاش، وكذلك دي وكذلك دي، فدول هيسمحوا للضوء يعدي بس بديفراكشن. كويس كده؟ الناحيه الثانيه بيبقى في سكرين او شاشه بتفرج عليها. انا في التجربه ما عنديش سكرين، هقول انا عندي ايه في المعمل. فيبقى المسافه بين فتحتين، بين الفتحه دي والفتحه دي كام؟ 1 سنتيمتر على 5000. لو انت في الامتحان يعني بص برضو على الديفراكشن جريتنج، مش بالضروره تبقى 5000، يعني انت اقرا عليها كام؟ ممكن تبقى 10000، فانت ما تحفظش الرقم ده وتروح بيه الامتحان يعني. كل واحده من دول هتعمل ديفراكشن زي دي، شايفين دي؟ كل واحده هتعمل زي دي، يعني دي هتعمل باترن بتاعها، ودي تعمل الباترن بتاعها، ودي تعمل الباترن بتاعها، وهكذا. والحاجات دي تنترفير مع بعض، الحاجات دي توفرلاب لان كلهم على نفس الشاشه، فيعني في شويه طاقه من دي تمد كده توصل تركب بعديه، يحسب كونستراكتيف وديستراكتيف وهكذا. فالخلاصه اللي انا بشوفها في النهايه بيبقى عندي منظر كده،
بلاقي اماكن منوره واماكن مظلمه. ايه اللي يخلي مكان منور؟ ان الحاجات اللي وصلت له عملت ايه مع بعض؟ كونستراكتيف انترفيرنس. واللي يخلي مكان ما فيهوش لون او ما فيهوش ضوء؟ الحاجات اللي وصلت له ما عاشتش مع بعض، عملت ديستراكتيف. فمساله الديفراكشن تقلب انترفيرنس. ده اخر واحده من الخمسه بتوع الانترفيرنس، او يعني كان في الستاندنج ويف دي موجوده في شابتر 8 بس هنقولها المره الجايه. فهنا مساله الديفراكشن، اللي انا عملته في الديفراكشن ايه في الاخر؟ انا خلقت سورسز كتير، ادي كل اللي انا عملته. بدل ما كان عندي سورس واحد بس اللي هو اللمبه اللي هنا دي اللي كان لونها ابيض، لما خرج الضوء منها ودخل على البتاعه دي، السورس الواحد اتحول لسورسز كتير. كل سورس من دول بيطلع الاشعه في كل الاتجاهات كده. فمثلا لو جيت وقفت في نقطه هنا، ممكن يكون عندي بقى اشعه جايه من ده ومن ده وهكذا، وتقابلوا هنا. اشوف بقى دول كونستراكتيف انترفيرنس ولا ديستراكتيف انترفيرنس، اعرفها منين بقى؟ ايه اللي بيخليني اعرف اذا كان دول كونستراكتيف مع بعض ولا ديستراكتيف مع بعض؟ فرق الفيز ما بينهم. وفرق الفيز ما بينهم، هل بقى انا طبعا بدرس كل لون لوحده، يعني الالوان مش هندرسها مع بعض، يعني كل لون بظروفه. فده قطع مسافه هنسميها مثلا R1، ده قطع مسافه هنسميها مثلا R2. علشان السكرين عاده بيحطها على مسافه بعيده من الديفراكشن جريتنج، المسافه دي L، دي رقم كبير قوي، كبير قوي، يبقى كبير قوي بالنسبه لمين؟ ف R1 وR2 دول بعتبرهم كما لو كانوا متوازيين لتسهيل الحسابات. يعني هما بيتقابلوا صحيح هنا، بيتقابلوا، بس للتسهيل اعتبر ان هما متوازيين. لان لو هما متوازيين انا اعرف الفرق ما بين خطين متوازيين، يعني لو واحد كده وواحد كده هعرف الفرق الزياده في المسافه بينهم ازاي. فاكرين دافيسون جيرمر؟ فاكرينها؟ عرفنا فرق المسافه ازاي؟ فاكرين التجربه بتاعت دافيسون جيرمر؟ كان في شويه اتومز كده وهوب شويه موجه بتاعت الكترون خبطت وموجه تانية خبطت، كان دول متوازيين ودول متوازيين، اعرف فرق المسافه ازاي؟ بروح منزل عمود من ده على ده ومن ده على ده، الحته دي زياده والحته دي زياده، دي اللي عامله فرق فيز بين المسار ده والمسار ده. فنفس القصه هنا، هروح منزل عمود من هنا لهنا، المسافه ما بين الفتحتين دول انا هسميها دي، اللي هي بتساوي 1/5000، 1 سنتيمتر على 5000. علشان يحصل كونستراكتيف انترفيرنس يبقى لازم الحته الزياده دي تحقق شرط فيز يساوي 2 امباير. طيب محتاج حاجه بقى اعرف اتصرف بيها، يعني العلاقه بين الحته الزياده دي والمسافه دي اجيبها ازاي؟ يبقى انا محتاج الزاويه دي مثلا. من هندسه الشكل هذه الزاويه هي بالظبط هذه الزاويه. حد فاكر ليه؟ قلت لكم على حركه سريعه في المواضيع دي. بير خطوط وبير تيل، لو دول عمودين على دول الزاويه الصغيره من دول هي الزاويه الصغيره من دول. فين الكلام ده هنا؟ بص على الخطين دول، الخط ده فيرتيكال صح؟ ده اتجاه هوريزونتال، متعمدين على بعض صح؟ طيب الجدع ده عمودي على اتجاه الار 2 صح؟ يبقى الاثنين دول عمودين على الاثنين دول، فلو دي اسمها سيتا دي هيبقى اسمها سيتا. وتبقى سيتا هي زاويه الانحراف بالنسبه للعمودي على الديفراكشن جريتنج، يعني ده الاتجاه اللي هو نورمال على الديفراكشن جريتنج، اللي هو لو ادي الديفراكشن جريتنج كده اهو، لو عملت عليها عمود هيبقى الاتجاه الافقي ده ديفراكشن جريتنج راسيه والعمود ده افقي. وتبقى المسافه دي بتساوي دي ساين سيتا، وبالتالي يبقى فرق الفيز بين الشعاعين، فرق الفيز، الفيز ديفرنس كام؟ شعاعين واحد مشي زاد عن التاني دي ساين سيتا، يبقى فرق الفيز كام؟ لا كي في دي ساين سيتا، ففرق الفيز كي في فرق المسافه. وهنا مفيش ريفليكشنز وتخبيطات بتضيف باي وتطرح باي والكلام الفارغ ده، هنا على طول بروباجيشن عدل، مفيش حد خد خبطه في السكه. فلو فرق المسافه دي ساين ثيتا هيبقى فرق الفيز كي في دي ساين ثيتا.
والله لو ده بيحقق شرط الكونستراكتيف انترفيرنس يعني الكلام ده بيساوي 2 ام باي هشوف لون، لو ما بيحققش مش هشوف حاجه. يبقى الشرط علشان اشوف لون انه كي في دي ساين ثيتا بيساوي 2 ام باي، كي بتساوي 2 باي على لامدا، هي لامدا اللي هي بتساوي لامدا نود على ان يعني، في دي ساين ثيتا هيساوي 2 ام باي. هوب يطلع القانون اللي احنا شغالين بيه في المعمل ان دي ساين ثيتا بتساوي ام لامدا، ده القانون اللي في التجربه. يبقى اصل الحكايه ان انا كان عندي سورس واحد، نفترض دلوقتي ان هو مونوكروماتيك، خلاص مونوكروماتيك او ضوء احادي، طلعت الاشعه من السورس ده دخلت على الدفراكشن جريتنج، هذا السورس تحول الى سورسز كتير، كل سورس من دول بيشع في جميع الاتجاهات بيعمل ديفراكشن، ده بيشع في اتجاهات كتير وده في اتجاهات كتير وده في اتجاهات كتير، اشعه من ده ومن ده ومن ده هيتقابلوا، والله لو اتقابلوا عند السكرين وكان فرق الفيز بين كل شعاع واللي بعده دي ساين ثيتا ودي ساين ثيتا بيحقق الشرط ده هشوف لون، لو كان ما بيحققش هشوف ضلمه. طب مثلا واحد يقول لي طب يا عم انت الشعاع ده اخباره ايه؟ ده ار واحد ده ار اتنين ده ار ثلاثة. الظروف بين ار واحد واثنين هي زي بين ار اتنين وثلاثة، نزل عمود برضه. صح؟ المسافة دي اسمها كام؟ دي. يبقى المسافة دي كام؟ دي ساين ثيتا. والله لو دي ساين ثيتا بتحقق ان ار واحد وار اتنين يعملوا كونستراكتيف انترفيرنس، فدي ساين ثيتا هتحقق ان ار اتنين وار ثلاثة يعملوا كونستراكتيف انترفيرنس برضه. فكفايه ان انا ادرس شعاعين بس مش لازم كله. ودي اجابه على سؤال ناس سالوهوني في الشيت، في مساله الشيت، انتوا بتحضروا سكاشن؟ حد راح سكشن امبارح؟ كويس كويس. في مساله في الشيت انا مدي لك فيها مالتيبل ريفليكشنز وترانزميشنز، مدي لك مساله في الشيت كده. ثلاثة لايرز ريفراكتيف اندسيز، وبقول لك ادرس الاشعه اللي راجعه واللي رايحه هيعملوا مع بعض كونستراكتيف ولا ديستراكتيف. فتقعد بقى تغني ورا المساله دي، ادي شعاع نازل عدى رجع منه شويه طلع شويه وده عدى كده. الاخ ده وهو طالع لما خبط هنا هيخلق مجموعه جديده شويه ريفليكشن ويعدي، وده يخلق بعد كده راجع وطالع كده. ورحت درست فرق الفيز ما بين الاثنين دول وفرق الفيز ما بين الاثنين دول. واحد يقول لي طب هو مفيش اشعه تاني بعد كده؟ في، بس مش مهم، لان لو اول شعاعين من دول عملوا مع بعض مثلا كونستراكتيف انترفيرنس هتلاقي اللي بعدهم ده هيعمل مع ده كونستراكتيف انترفيرنس، لان نفس الظروف هي بتتكرر. دول لو عملوا مع بعض كونستراكتيف اللي بعد كده هيعمل معاهم كونستراكتيف، مش فرق، هي نفس الظروف بتتكرر. فكفايه ان انا ادرس اثنين بس لان المساله سيمتريك بعد كده. هنا نفس القصه، الفتحه دي والفتحه دي لو طلع منها شعاع وشعاع واتقابلوا هنا عملوا كونستراكتيف انترفيرنس، لان نفس الظروف هنا هي زي الظروف هنا اهو، الثالث ده هيعمل كونستراكتيف مع الثاني مع الاولاني، مش مشكله. التجربه العملي بقى تفرق ايه عن الكلام ده؟ ايه بقى الفروقات اللي في التجربه العملي؟ ده الكلام النظري اللي على السبوره الحلو الظريف اللذيذ. عندي في المعمل لمبه، هل في التجربه دي كانت مونوكروماتيك ولا كروماتيك؟ كروماتيك، فيها الوان كتير. فكل لون من دول بقى هيظهر في زاويه مختلفه. سؤال، ليه لازم يكون في ترتيب محدد للالوان؟ يعني ليه لازم اللون الفايوليت مثلا يبقى هو اول لون اشوفه من جوه اضيق زاويه؟ مين اللي بيقول؟ اهو ده اللي بيقول، صح كده؟ اللمضة بتاعت اللون الفايوليت، ويستحسن انك تبقى عارف الارقام المشهوره دي علشان دي تبقى ظريفه في المناقشه مع الدكتور. السبيكترم الفيزيبل اللي هو الالوان اللي بتتشاف من 400 نانو متر ل 700 نانو متر، ده الويف لينكس بتاعها. فالجدع ده اللي هو الطرف اللي هو اقل ويف لينكس اللي هو الفايوليت، الطرف الثاني الاحمر. فلان الفايوليت هو اقصر ويف لينكس، فاللمضه هنا اصغر ما يمكن، فهيبقى قصادها اصغر ثيتا. ثيتا دي هي زاويه الانحراف بين العمودي على الديفراكشن جريتنج زي ما قلنا هناك اهي، الزاويه ثيتا هي زاويه الانحراف بين العمودي على الديفراكشن اللي هو عامل كده اهو ده، ومطرح ما بلاقي اللون دي اسمها ثيتا. فعلشان
اصغر لمبه فايولت يبقى اول لون هشوفه من جوه باصغر ثيتا هو فايولت. الدي رقم ثابت اللي هو بتاع الدفراكشن جريتنج ده ما اقدرش العب فيه. امال مين الام ده؟ ده بنسميه الاوردر اوف انترفيرنس. ده اول فايولت اشوفه. طب هل ممكن اشوف فايولت تاني؟ ممكن لو الشرط ده ينفع يتحقق تاني. يعني لو اتحقق عند ام بواحد، لو حطيت بواحد واتحقق وبقى في ثيتا حقيقيه هقدر اشوف عندها لون، يبقى اول لون يبقى فيرست اوردر. بس ممكن لو حطيت اتنين هنا اهو واتحقق وشفت زاويه اسمها ثيتا برضو زاويه حقيقيه، هلاقي زاويه ثيتا اكبر تاني فايولت فيبقى اسمه السكند اوردر. لو حطيت ام بثلاثه والمعادله دي ستيل صحيحه، يعني ايه صحيحه؟ يعني الثيتا دي تطلع. ما انت ممكن تحط هنا يعني الثيتا ساين ثيتا ده اخرها كام؟ اكبر حاجه ممكن توصل كام ساين ثيتا؟ واحد. امتى؟ لما الثيتا بكام؟ 90. طب افرض انت حطيت ام هنا اهو بحيث ان ساين ثيتا بيساوي ام لامدا على دي طلع اكبر من واحد. يعني حطيت ام ب 15، 15 في لامدا على دي طلع اكبر من واحد، الثيتا تطلع تنفع؟ ما تنفعش. يبقى الاوردر 15 مش هيبان، مش هيطلع. يبقى هي الفكره ان الانترفيرنس ممكن يحصل كذا مره. كونستراكتيف انترفيرنس، يعني دول يتقابلوا هنا اهو بزاويه ثيتا يطلع فايولت مثلا. ممكن يطلع اشعه ثانيه كده اهو تتقابل بعيد وتطلع فايولت ثاني. يبقى ده اسمه الاوردر ام ب 2 زاويه ثيتا اكبر. طيب كل لون بقى وليه الثيتا بتاعته. يعني كل لون بقى لما اللمضه تتغير الثيتا هتتغير. يعني لو ثبتت مثلا فيرست اوردر مثلا ام بواحد، حطيت ام بواحد، ايه اللي هيحصل؟ اللمضه الصغيره تطلع ثيتا صغيره، اكبر يبقى اكبر، اكبر يبقى اكبر. فعلشان كده لازم الالوان يكون ليها ترتيب محدد. طيب كنا في التجربه بنشتغل بقى ازاي؟ عندي اثنين تلسكوبس. التلسكوب الاولاني ده بحطه قدام اللمضه دي وبظبطه بحيث ان الاشعه اللي جايه متنطوره، واحنا شفنا حاجه شبه كده في نيوتنز رينجز لو حد فاكر، تطلع الاشعه دي ايه؟ متوازيه. كان مين اللي بيعمل كده في نيوتنز رينجز؟ كان في عدسه قدام اللمبه كده قبل البيم سبليتر، كانت تطلع لها الاشعه متبعتره من اللمبه الصفراء تخش تطلع اشعه متوازيه، وبعد كده بيم سبليتر والقصه اللي احنا عارفينها. فده بنسميه الكوليميتر. الوظيفه دي اسمها كوليميشن. يعني ايه؟ تيجي له اشعه متبعتره يطلعها حزمه متوازيه كده، ده اسمه كوليميتر. وظيفه هو تلسكوب بس وظيفته بيعمل ايه؟ بيعمل كوليميشن. فده اول تلسكوب. هو ليه تيلي مش مايكرو؟ ليه تلسكوب مش مايكروسكوب؟ المايكروسكوب زي نيوتنز رينجز بشوف بيه حاجه صغيره. التلسكوب بتعامل مع حاجات بعيده. الله، هو هنا في حاجه بعيده؟ مفيش حاجه بعيده. امال ليه استعملت تلسكوب؟ فاكر في التظبيطه بتاعت الجهاز ده اول حاجه بتعملها ايه؟ بتاخد التلسكوب ده هو وتنشن بيه على حاجه بعيده، باب المعمل مثلا، وتظبط بالفوكس تشوف حاجه بعيده، صح؟ لما تشوف حاجه بعيده معناها انك بتستلم اشعه جايه من مصدر بعيد. الاشعه اللي جايه من مصدر بعيد بتبقى اشعه متوازيه. فاحنا محتاجين تلسكوبس في التجربه دي ليه؟ لان احنا بنتعامل مع اشعه متوازيه. اشعه متوازيه سواء اللي طالعه من المصدر دي بظبطها تبقى متوازيه عشان يحصل المنظر ده اهو، شايفين الاشعه اللي جايه للديفراكشن جريتنج متوازيه مع بعضها وكلها عموديه على الديفراكشن جريتنج. فدي وظيفه الكوليميتر اللي هنا. والجدع ده هيضطر بقى ان يستلم اشعه متوازيه. كويس كده؟ والمفروض ان فرق المسافه او فرق الـ يعني الانترفي الـ فرق الديستنس بقى دي ساين ثيتا بين كل شعر واللي بعده بقى يحقق الشرط اللي هناك. سؤال، ليه في السنتر عند ثيتا بتساوي صفر يطلع اللون الابيض تاني ما يطلعش اي واحد من الالوان الثانيه؟ يعني ليه لو جيت بزاويه ثيتا صفر، ثيتا صفر اللي هي هنا، انا واقف بالتلسكوب هنا عدل، ليه هشوف ابيض؟ ام بصفر يحقق المعادله دي؟ ام بصفر يطلع ثيتا بكام؟ يعني ثيتا بصفر دي بتحصل لما ام بصفر، يفرق معاك الويف لينكس؟ ما يفرقش. يبقى اي ويف لينكس سواء بقى فايولت جرين اخضر اي حاجه، اي ويف لينكس تحطه هنا اهو في الزيروث اوردر
في الاوردر نمره صفر، مش بقى الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا هكذا. في الاوردر زيرو المعادله دي صحيحه لاي لون، وبالتالي في السنتر لما الثيتا بصفر كل الالوان وات ايفر لامدا يو هاف هتعمل كونستراكتيف انترفيرنس. وبالتالي في السنتر عند الزاويه صفر هنا الفايولت هيعمل كونستراكتيف، الجرين هيعمل كونستراكتيف، اليلو هيعمل كونستراكتيف. طب كلهم كونستراكتيف في نفس المكان يطلع ايه؟ ابيض. يبقى في المنطقه سيتا بتساوي صفر ده بيناظر ام بصفر، حط اي لمضه المعادله صحيحه يبقى كل اللمضات بتعمل كونستراكتيف عند الزاويه صفر. نعم كويس. بشوف اللون مرتين، بشوف الفايوليت مره يمين وبشوفه تاني شمال. المفروض ان زاويه الانحراف ثيتا يمين وثيتا شمال. ثيتا دي بتتقاس بالنسبه لمين؟ بالنسبه للوايت او بالنسبه لزاويه ثيتا بتساوي صفر يعني، يعني ثيتا بالنسبه للصفر. طيب فكان ممكن سؤال بقى، كان ممكن في المعمل تقيس الزاويه بتاعت اللون بالنسبه للسنتر ده، تاخد الزاويه دي تعوض هنا تطلع اللمضة. طبعا هو اول لون تشوفه يبقى ام بواحد، طلع اللمضة. احنا عملنا كده في المعمل؟ لا. احنا عملنا ايه في المعمل؟ انت قست سيتا يمين ونفس اللون سيتا شمال، كل ده كام؟ 2 سيتا. يعني القرايه دي ناقص القرايه دي الفرق بينهم 2 سيتا. يعني قست مثلا طلعت الزاويه يمين مثلا 70، قست شمال 40، 70 ناقص 40 30، وبعد كده خدت الفرق ده هو قسمته على 2 طلعت سيتا ب 15. طب يا عم انت ما انا كنت رحت قست بالنسبه للوايت هنا وخلاص وريحت دماغي، ليه عملت قرايتين؟ هو مش غلط نظريا، مش غلط كده صح وكده صح انك تاخد قرايتين والفرق وتقسم على 2 طلع سيتا ماشي. تاخد القرايه بالنسبه للوايت او السنتر اللي هو سيتا بتساوي صفر وتعوض بيها ماشي، نظريا الاثنين صح. عمليا احسن بقى ان انا اخد قرايه واحده ولا اخد قرايتين؟ عمليا قرايتين احسن. ليه؟ لما تطرح قرايه ناقص قرايه وتقسم على 2، عمليه القسم على 2 دي بتخفف الايرور. يعني لو في ايرور درجه في القرايه لما يتقسم على 2 الايرور ده يبقى كام؟ نص. فنظريا ما تفرقش، لكن عمليا كوني اخد قرايات اكتر ده يقربني احسن من القرايه الفاينل. سؤال جامد قوي بقى، ده سؤال عفريتي كده خالص، يعني هقوله بسرعه عشان ما فيش غير دقيقه واحده. لو كانت الديفراكشن جريتنج دي مايله، يا نهار ابيض مايله على الاشعه، بص الاشعه دي جايه كده اهو، والديفراكشن جريتنج عامله كده اهو، فين العمود على الديفراكشن؟ احنا بنقيس الزوايا بالنسبه للعمود على الديفراكشن. ده العمود على الديفراكشن، ده الريفرنس، ده اللي هيطلع عنده ابيض في الوضع ده. يعني العمود على الديفراكشن هنا هيبقى ده كويس، هيحصل نفس الفيلم. يعني ده كده 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 هيطلع مثلا كونستراكتيف ولا ديستراكتيف ولا اي حاجه هنا عند زاويه اسمها سيتا، دي نسميها سيتا واحد. يظل الشرط بقى، الشرط هيتغير ولا مش هيتغير؟ استنى بقى كده، الشرط بتاعنا اللي هو دي ساين سيتا بتساوي ام لامدا صح؟ هنا هيبقى عندي 2 سيتا. ازاي؟ سيتا 2 سيتا مختلفين عن بعض. سيتا اللي هيطلع عندها اللون بالنسبه للعمودي على الديفراكشن دي هسميها مثلا سيتا ايه مثلا، وسيتا تانية اللي هي زاوية ميل الديفراكشن بالنسبة للأشعة الانسيدنت أو الأشعة اللي جاية. يعني الديفراكشن عاملة كده أهو بالنسبة للشعاع ده كويس، أو ده أو ده. فأنا ممكن أعرف هنا الزاوية التانية كده. مين عفريت بقى وياخد شوكولاتة؟ طيب مش مشكلة يعني، مش مهم. دي هسميها سيتا بي، ودي سميناها زاويه الانحراف، ده العمودي اهو، وزاويه الانحراف عن العمودي اللي هيطلع عندها لون هنسميها سيتا ايه. يعني دي هنسميها مثلا سيتا ايه. خلاص، امتى اشوف هنا لون بقى يحصل كونستراكتيف انترفيرنس؟ عشان احنا كونستراكتيف لازم الاشعه تعمل ايه؟ فروقات ايه؟ 2 يعني كي في فرق المسافات يطلع بيساوي 2 ام باي. فرق المسافات هنا ازاي بقى؟ مين اللي يعرف؟ ايوه دي ساين سيتا هنا، يعني مثلا اي شعاع مع اللي هنا كده هيبقى ده مثلا اسمه دي ساين سيتا مثلا. سيتا ايه؟ سيتا
سيتا اولى الشمال يعني، هي مفيش هنا غير سيتا ايه دي اللي على الشمال دي بي فده هيبقى اسمه دي ساين بي ايه بقى ايه بلس ولا ماينس كوزاين ده هو لا مش كوزاين طيب انت بتقول مجموعهم يعني انت بتقول ان دي ساين سيتا بي هنا زي دي ساين سيتا ايه يطلع فرق الفيز بين الشعاع ده والشعاع ده مثلا طب لو كانت الديفراكشن كده اهو وادي العمودي والاشعة هتنحرف بالنسبة للعمودي صموير يعني مثلا كده اهو فالزاوية مع العمودي سيتا بي تعمل اف دي تطرح اللي هيقول اطرح يقول اطرح ليه يكون عارف ليه هطرح لا هو يعني هنفترض ان ده بيكمل السكه بتاعته ده وده بيكمل السكه بتاعته ده علشان الشعاع اللي تحت صح صح عظيم صح لما اجي احسب بفرق الفيز هي هنا صدفه هيطلع المجموع يعني بص الشعاع ده كده ماشي كده ماشي كده ماشي كده ونفترض انه هيطلع يكمل كده 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 الشعاع ده ماشي كده 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 وهيطلع يكمل من الناحيه دي بالمنظر ده سوري المنظر ده خلاص فرق المسار بين الشعاع ده والشعاع ده دي ساين سيتا بي كويس كده فرق المسار بين الشعاع ده والشعاع ده دي ساين سيتا ده دي ساين سيتا ايه وده دي ساين سيتا بي ده اسمه شعاع نمره واحد ده واحد ده اتنين ده اتنين فلما باجي اكتب فرق الفيز فيز بتاع واحد ناقص فيز بتاع اتنين هيبقى كي ده بقى عمل مسافه كام زياده ولا حاجه لكن ده مشي قد ايه زياده مشي كل ده وكل ده فمشي الحته دي زياده والحته دي زياده فيبقى كي في مسافه زياده صفر ناقص كي في المسافه زياده بتاع ده دي ساين ايه زائد دي ساين بي هنا بقى الشعاع نمره واحد والشعاع نمره اتنين واحد مشي ده كله وبعد كده طلع كده ده واحد اتنين مشي ده كله وبعد كده طلع كده اتنين فلما اجي اكتب فرق الفيز بين الشعاع نمره واحد كله والشعاع نمره اتنين كله هيبقى كي في المسافه اللي مشيها واحد زياده اللي هي دي اللي هي هتبقى دي ساين سيتا بي ناقص السكه دي مشت قد ايه زياده الحته دي فحته عند ده وحته عند ده فيبقى هنا دي ساين سيتا اي ده بقى بيساوي ام لامدا هناك كانت الحتتين الزياده ما عند نفس الشعاع بس ده سؤال صعب قوي ده ان شاء الله قبل ما توصل ل 30 من 30 الدكتور هيسالهولك جود لك نتقابل الاسبوع القادم